أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من أوضة اللبس. النهاردة بيرجع لنا المارشال هشام رشاد بعد إصابة طويلة في العضلة الخلفية. إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ الحمد لله حبيبي، وحشني. إيه الأخبار؟ وحشني جدا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. يعني كنت الفترة اللي فاتت غايب عننا، شوية تعب. بس الحمد لله تمام. الحمد لله الدنيا زي الفل. طيب الحمد لله. وحشني والكلام معاك حلو والحلو نقول عليه حلو. بالظبط. طيب احنا النهارده بنتكلم بشكل اكبر عن التصفيات وشكل المجموعات. طبعا مصر عندها ماتش مهم جدا بكره الساعه 6. ماتش يعني الناس بتقول ان هو سهل، لكن انا بقول ان هو صعب. خالص. صعب جدا خالص. فرقه كينيا فرقه محترمه عندها سرعات كبيره وترتيبها في المجموعه لا يعبر عن مستواها الحقيقي. واللي حاطط ضغوط على مصر اكبر ان مصر بتاريخها وباللعيبه وامكانيات اللعيبه اللي موجوده لازم تتصدر المجموعه. طبعا ما تتاهلش بس. تاهل مش كافي. يعني بص، احنا بعد ما سرحنا مع الدوري ودوري ابطال افريقيا والكونفدراليه بعد غياب دام 5 شهور تحديدا من يوم 17/11/2020، يعني السنه اللي فاتت، كانت ماتش مصر وتوجو. والميزه ان احنا قفلنا السنه اللي فاتت بمباراه كانت كويسه، اعادت الثقه، وده الاهم، بين الجمهور وبين كابتن حسام البدري. بعد البدايه بتاع كينيا وجزر القمر حصل تشكيك، حصل هجوم، حصل شويه كلام. الحمد لله ان مباراه توجو ومباراه توجو في مصر ومباراه توجو في توجو ان ابتدى الجمهور يميدوا يحصل نوع من الهدوء ناحيه الجهاز. وده اللي احنا قلناه من الاول، ان دايما البدايه صعبه، في لعيبه غايبه، وفي عز شمله وتفتكر في عز ما الناس كلها كانت بتحاول تذبح حسام البدري. انا كنت بطلع بقول ان الدنيا هتقلب والدنيا هتلف كويس. صح. والكابتن حسام قادر ان هو قادر بالجهاز بتاعه والناس معاه ان هو يقدروا ان هم يقلبوا الدفه. هو على طول اميدو هو ما عندوش مباراه وديه. هو لا، وكان في لعيبه على طول بيتحط من الضل للنار. ده يمكن ال10 ايام دول فاهم، حتى ما فيهمش مباريات، ما فيش تجارب. فمهم جدا زي ما انت قلت، مباراه بكره هو مش انجاز ان مصر تتاهل، ده طبيعي جدا. بس هو الطبيعي ان انت تطلع اول. الطبيعي ان انت تبني على فوز توجو. ما ينفعش بكره يحصل تعثر، لان انا زيك عندي مخاوف. لان الاوضاع اللي حوالين المنتخب مش جوه المنتخب تخوف. طب هنتكلم بالتفصيل في النقطه دي، لكن هنروح الاول لمنتخبنا الاولمبي. منتخبنا الاولمبي معسكر منتخب عظيم. منتخب جيد جدا، وانا متوقع ان شاء الله انا شايفه ده تاني اقوى جيل بعد جيل كرول. ما كانش اقوى كمان، خلي بالك جيل كرول كان عندك 12 13 لعيب بس. البنش مش بالقوه دي. الجيل ده ما شاء الله. لا، انت عندك العشر سنين اللي جايين لو بعد الاولمبياد الناس دي ما بعترتش واشتغلت صح، جيل عظيم، وجيل عنده في كل مركز عنده 2 و3. فانت عندك جيل منتخب اول ومنتخب الاولمبي. لا، عندك ما شاء الله 10 سنين لو اتعمل لهم مباريات وديه تقيله. ما نخافش بقى، انا بلعب البرازيل، ما نخافش نلعب، لازم الناس دي. المشكله في ظروف الكورونا الماتشات الوديه مش تبقى سهله يعني، بس يعني جوه الكلام ان شاء الله الدنيا. تعالى نشوف الكابتن شوقي غريب قال ايه النهارده للاعلام، نشوف. عندي 35 لعيب بنشوفهم، عندي لعيبة مصابة سيبناها في أنديتها، عندي لعيبة في المنتخب الأول. لما تيجي تشوف العدد، العدد يوصل لحاجة أكتر من 45 حاجة و40 لعيب، دول كلهم تحت المنظار. لما تيجي تشوفهم دلوقتي، لما تيجي تشوفهم دلوقتي هتقولي بقى احنا لما قلنا ان احنا أيدنا عدد يبقى دي حقيقة. بالمناسبة احنا أيدنا القائمة بتاعتنا المبدئية، القائمة البداية أيدناها فيها أكتر من 70 لعيب، ما بين لعيبة كبار وما بين لعيبة صغيرين. الأسامي دي تخصنا إحنا، تمام؟ لكن في النهاية إحنا هنختار 22 لعيب، 4 احتياطيين، وهنختار 18 لعيب. ال 18 لعيب ممكن يبقى منهم 3 كبار، وممكن ما يبقاش منهم 3 كبار، ممكن يبقى فيهم الأربعة لعيبة اللي موجودين معانا. هي دي القائمة اللي هنختار بها اللعيبة. عمر مرموش مهاجم،
وانا لو عديت لك عدد المهاجمين اللي فينا اللي داخلين في منافسه مع بعض دلوقتي ممكن تقول لي ربنا يكون في عونك، لان انا لو عديت لك الناس اللي موجوده اللي انتوا كلكم شفتها في البطوله والناس اللي برزت في الدوري المصري وحط كمان عليهم عمر، ولما بقى اختار 18 لعيب مش هبقى محتاج اكتر من 5 مهاجمين أو 6 مهاجمين. يعني خليني اقول لك ان المنافسه شديده بين اللعيبه وبعض، وده حاجه بتسعدني، لكن في النهايه اللي ما بتسعدنيش ان انا مش هقدر اخدهم كلهم. عندنا نظام البطوله ان احنا دلوقتي سجلنا القائمه المبدئيه. القائمه المبدئيه دي التعليمات بتاع الاتحاد الدولي بتقول ان اي لاعب غير مقيد في القائمه للجنه الاولمبيه الدوليه، لن اي لاعب اي اداري اي رئيس بيع اي حاجه غير مقيد في القائمه دي لن يستطيع السفر لليابان. مش يعني اعتبر القيد ده هو تاشير الدخول، تمام؟ العدد اللي احنا مقيدينه عدد كبير. يوم 15/5 بالظبط اخر ميعاد نقيد 50 لعيب في القائمه دي، من القائمه دي يعني نقتصر القائمه دي الى 50 لاعب. يوم 30/6 هنقتصر القائمه دي ل 18 لاعب بصفه اساسيه ويحملوا الارقام من رقم 1 لرقم 18، ثم 4 من بينهم حارس مرمى تاني، يعني الاولين فيهم 2 اجوان و16 لعيب. التانيين من رقم 19 لرقم 22 بينهم حارس مرمى، الاربعه اللي هيسمح لهم بالانضمام للفريق. بالانضمام لايه؟ وبالمناسبه لن يسمح لهم بدخول اوضه اللبس يوم الماتشات، لكن هيسمح لهم بالتواجد في التدريبات، التواجد في الفندق. لو حصل اي اصابه اثناء البطوله هيتم التغيير، لان القرار ليس قرارنا. القرار احنا قرارنا فني ان احنا نختار، لكن في قرار تاني، قرار الموافقه. بيبقى القرار ده نابع من مين؟ من النادي نفسه والمدير الفني للنادي نفسه. ده عامل مشترك 3 حاجات، لاعب ونادي ومدير فني واحنا، لان البلاد اللي كنا حاطينه من الاول خالص لماتشات الاعداد بتاعنا هو ناقص ماتشين. الماتشين اللي كنا نلعبهم في شهر 3، انا بوعد باذن الله ان احنا الماتشين دول هنلعبهم. لن يكون فرقتين من قارة واحدة مع بعض في مجموعة. يعني معنى كده ان احنا عندنا من 4 فرق في اوروبا فرقة هتيجي معانا، مثلا يعني لو حصل ممكن تجينا فرقة تانية ما جيناش من اوروبا، لكن انا بقول ممكن تجينا فرقة من اوروبا هتبقى معانا في مجموعتنا مثلا، والتلاتة التانيين مش هيبقوا معانا. هيكون في اتصالات ان احنا لازم نبقى عندنا مدرسة اوروبية نلعب معاها. مصطفى بقاله معايا في المعسكرات اكتر من دلوقتي من 8 معسكرات. قول لي انت ايه الهدف ان المعسكر ده الوحيد اللي الناس تتكلم فيه؟ لما جيت اتكلمنا على 5 على 5 انا اثبتت لك ان انا كنت جايب قبل كده 6، واثبتت لك ان كانوا بيتمرنوا 6. خليني بس، ما خليني اقول لك، ما انا ثبتت لك ان صبحي لعب اقل عدد من الماتشات وهو الحارس الاساسي. افتكر احنا في ايام كابتن حسن كنا ساعات بنضم عبد الواحد وعبد المنصف، كان حارس بيلعب وحارس ما بيلعبش خالص، مظبوط؟ افتكر احنا ايام الكابتن حسن ضمنا الله يرحمه محمد عبد الوهاب افضل ظهير في مصر ولعبه، كان افضل لاعب في البطوله، كان بيشارك في مباريات خالص؟ كانش بيشارك خالص. في ساعات ليه احنا لما طلبنا ان احنا نعمل مسابقه 99 كنت انا اول واحد ناديت بيها وقلت اللعيب اللي مش هيلعب في الفريق الاول ينزل يلعب في مسابقه 99، هي دي مسابقته الاصليه ولا كلامي غلط؟ وقلت يا جماعه انا مش هاخد اللعيبه اللي بتلعب. هل حد عمل على المسابقه دي بلان زي ما اتعمل؟ هل انا لما جبت النهارده وشاف عدد الماتشات، هل انا النهارده لما بجيب 4 بيلعبوا ناحيه الباك رايت عشان اختار منهم واحد، حد عمل بلان على الـ4 دول؟ أقول لحضرتك على حاجة، لو ما كانش الموضوع ده وأنا ما كنتش أحب أقول الكلام ده، في هدف أنا مش طرفه، في هدف ما كانش الكلام ده اتقال خالص. لما تيجي تشوف أعماق المواليد اللي عندي في المنتخب هتلاقي أنا عندي من مواليد 97، من مواليد 98، كل دول شاركوا في المنتخبات المصرية،
من مواليد 99، من مواليد 2000، من مواليد 2001. عندي في المنتخب ده 5 أعمار موجودين، وبإذن الله إذا كان في نصيب هنضيف 3 أكبر سنا من دول كمان. يعني عندي القصة اللي كنت بقولها لك بتاع تواصل إيه؟ أجيال. ده كلام الكابتن شوقي غريب. وكابتن شوقي يعني طبعا بيرد على اسئله الصحفيين، ويثير في الفتره الاخيره هشام موضوع مصطفى شوبير، وناس وجهت عتاب يعني للكابتن شوقي على ضم 5 حراس في المعسكر. عايز اسمع رايك وانا قلت رايي وهعيده تاني. هو طبعا انا اي مدير فني بيبقى ليه ممكن يبقى وجهه نظر، بس احنا ما دام مش عارفين وجهه النظر الحقيقيه فبنقول احنا كمان وجهه نظرنا. كابتن شوقي غريب معاه منتخب انا بقول عليه عظيم ومنتخب محترم. وجهه نظر الشخصيه في موضوع الحراس ان هو ظلم مصطفى. ليه ظلم مصطفى؟ لو هو دخل مصطفى شوبير رابع من الاول ما كانش هيبقى فيه مشكله. بلدنا في ناس بتسمع الكلام وخلاص استوعبته ومفيش مشكلة، وفي ناس بتحب تصطاد في المياه العكرة. فأنا خايف على مصطفى، وفي نفس الوقت خايف من الناس. لو دلوقتي جيت مثلا رحت مقعد عمر صلاح ومشي مصطفى هيتقال لك ايه؟ خلافات مش عارف ايه بين كابتن شوبير وبين كابتن شوقي غريب. طب مصطفى قعد، قال لك ما قعد عشان خاطر كابتن شوبير. طب ما هو يعني انت كان رأيك ان هو يروح بأربعة وما يستدعيش مين؟ لا، هو عايز مصطفى يبقى ما ياخدش عمر صلاح، خد عمر صلاح ما ياخدش مصطفى. طب ما هو لو ما استدعاش عمر صلاح ما ده ظلم لعمر برضه. لا، ما هو عمر بيلعب في سموحه. لا انا قصدي الاثنين ما بيلعبوش. بس ده جون تاني وده جون تالت. لا، ما هو من قبل ما ينضموا محدش عارف مين كابتن. طب اسالك سؤال تاني، في ايه لما ياخد 5 تجوان؟ يعني ده معسكر ما فيهوش مباريات، ما فيهوش مباريات، معسكر بيشوف الناس كلها. لا قدر الله انت في زمن كورونا، مش بقول كده دفاعا عن حد يعني، انت في زمن انت عندك كورونا، ممكن لا قدر الله تيجي قبل البطوله بشهر ونص شهرين حارسين من الحراس دول يحصل لهم هي خلي بالك يكونوا مصابين او يكونوا مش موجودين، او واحد يتصاب واحد يجي له كورونا. اي حته في الدنيا ليه لا؟ اي حته في الدنيا بيبقى المدير الفني بيبقى ليه فيجن. في فيجن. فانا بالنسبه لي لما اخده هو اكيد على علم بمستوى مصطفى شوبير. هو ما لعبش مباريات بس عارف مباريات الناشئين وبتاع، لان الجهاز المنتخب الاولمبي بصراحه اقولها بمنتهى الامانه عامل سكاوتنج على الدوري بشكل 10 على 10. فهو فاهم. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله لك، لما نوصل للمنتخب الاول هقول لك ان النقطه دي مهمه. يعني كابتن شوقي عنده ميزه ان هو بيبص بفيجن. طب انا هسالك سؤال تاني، هل انت شايف ان مصطفى شوبير لو ما كانش ابن شوبير كانت هتثار هذه الضجه حول المنتخب؟ انا بص، انا بحسبها لك حسبه، الناس تقول لك ده المنتخب الاول رايح 4، المنتخب الاولمبي واخد 5 ليه؟ ده اللي اثير. احنا عارفين احنا في مصر عندنا الحالات دي، فاهم؟ يقول لك ده عشان ابن كابتن شوبير. انا دايما ما بحبش ادخل ولاد النجوم في مشاكل، ودايما ما بحاولش اعمل بريشر على ولاد النجوم. انا دلوقتي بقول ان هو كابتن شوقي لو كان خد مصطفى شوبير من ضمن الـ4 ومحدش يعرف ان هو كان هيضم عمر صلاح ما كانش فيه مشكله. بس في حاله رحيله، فاهم، هيحصل اقاويل، وفي حاله رحيله هيحصل اقاويل. انا بقول لك عادي يعني، خلاص انت النهارده انت ضميت 5 حراس. انا مع الفكر ده، استبعدت واحد منهم مفيش مشكله. هل انت شايف ان بحكم ان انت راجل حارس مرمى سابق والحته دي بتاعتك وجايب 6 جوان؟ والله ضربات جزاء، اول ضربه جزاء في عيد ميلادي. كابتن مجدي، هل انت شايف ان استدعاء الشناوي لقائمه الاولمبياد ضروري، ولا الشناوي حارس الاهلي، ولا المنتخب الاولمبي عنده حراس مميزين يقدروا يستحملوا اللعب في الاولمبياد؟ انت شايف ايه؟ من ساعه كاس الامم اللي اتلعبت في مصر كان وجود الشناوي دي نحطها على جنب، واضافه لاي حاجه، وبيعمل بلس لاي حاجه. ساعه كاس الامم اللي اتلعبت في مصر بتاعت المنتخب الاولمبي اللي خدناها كان وجود الشناوي ضروري.
بعد البطولة دي لما الحراس ابتدت تلعب بشكل أساسي في أنديتها، لا أنا عندي استفاد بالمركز ده في لعيب أحسن دلوقتي. دلوقتي عندي صبحي بيلعب، دلوقتي جاد بيلعب، محمود جاد بيلعب بشكل كويس، لا يعني رضوان وعمر رضوان. فدلوقتي أنا لو مدرب استفاد بالمركز ده اللعيب أحسن، دلوقتي بقى عندي حراس واخدة الثقة وحقها ان هي تلعب، لان هي بتلعب درجه اولى. انا مش واخد جون مثلا رقم 3 ولا 2 في الدوري، انا كل الحراس دي بتلعب اساسي. فانا بالنسبه لي لا استفاد بلعيب احسن. انا بختلف معاك. انا بختلف معاك لان انا شايف ان انت وانت رايح تلعب ماتشات كبيره وبتبني فريق مهم جدا ان انت تبنيه من تحت صح. انا شايف ان وجود الشناوي في قائمه المنتخب الاولمبي هيدي ثقه كبيره جدا 100%. لكن انا بقول لك لكن انا وهيخليك ان انت يعني انا اقول لك بصراحه، انا شايف ان في اتنين مع صلاح لا غنى عنهم، الشناوي وطارق حامد. طب هي مش كده ميدو برضو، هي مشاكل المنتخب الاولمبي ايه بتحسب كده؟ يعني انا شايف ان انا لازم ابقى عندي انا في رايي ان اكبر مشكله في المنتخب الاولمبي الوينج باك، الوينج باك اللي ناحيه اليمين ده رايي بالظبط. اكبر ادي واحد اهو من ضمن الثلاثه. ادي واحد من ضمن الثلاثه. لكن انت ما عندكش لعيب كبير فوق بيلعب في الحته دي يقدر ان هو يكون احسن بكتير من الناس اللي موجوده. ما هو ده اللي بقوله. انت فاهم قصدي؟ لازم باك في ناحيه اليمين. لازم ما عندكش باك رايت، ما عندكش باك رايت كبير يعني. معلش لا مش محترم. ممكن اخد هاني. لا هاني الفرق بينه، الفروق الفنيه ما بينه وما بين الباكات رايت اللي موجوده سواء عمار حمدي لو لعبها او سواء كريم العراقي، هاني خبراته اكبر لكن فروقات فنيه بسيطه جدا. مش هو المكان في رايي، مش هو اللعيب اللي ضايع عليه لعيب. يعني انت عندك صلاح اساسي. انا عندي، انا بالنسبه لي. وعندك طارق حامد او لعيب نص ملعب اساسي. انا عندي بص الطريقه اللي بيلعب بيها الكابتن شوقي ثلاثه سنتر باكات والناس كلها طايره وفي لعيب ارتكاز لازم يبقى موجود في الحته دي، هو اللي واقف بيعمل معاك مليون في المية لوحده. مفيش حد يقدر يعملها في مصر الا طارق. بالظبط. تمام. لو انت شايف ان اكرم توفيق يقدر يعملها كويس وبشكل لا كويس. لا اكرم توفيق مش سته باللي انت بتتكلم عليه. بالظبط. لكن هو لعبها في الحته دي في الاندر 23، لعبها في كاس الامم الافريقيه. لو انت عندك ازمه في السنتر باكات، لو انت عندك ازمه في السنتر باكات وهتبتدي ان انت تبص على حاجه تانية، حجازي. انا معاك برضو كاركتر وليدر. ده اللي انا قصدي بيه. فانت دلوقتي لو تخيل انت بقى صبحي ورضوان وجاد ما بيلعبوش، ساعتها الشناوي اساسي وضروري. فاهم قصدي؟ بس الفروقات الفنيه كبيره يا هشام. يعني هما الثلاثه كلهم حراس ومهزين، لكن الشناوي في ليفل تاني هينقلك نقله تانية خالص، هيخليك ان انت ماشي. انا معاك. طب تعالى نشوف، بص واحنا بنرجع للكلام، تعالى نشوف اللعيبه لعيبتنا النجوم الشباب بتوع المنتخب الاولمبي قالوا ايه النهارده للميديا ونرجع نكمل. استعدادات الاولمبياد عندنا المعسكر بتاع شهر مارس، وعندنا كمان في شهر 6 معسكر. فان شاء الله كابتن شوقي بيجمع بيشوف اللعيبه ونتمرن بشكل كويس. وحتى المعسكر المره دي مفتوح ومفيش ماتشات وديه، بس برضو بنشتغل بشكل كويس وبننفذ كل حاجه كابتن شوقي بيقول عليها. واكيد طبعا كان حلم ان انا اكون متواجد مع المنتخب وهو بيحقق افريقيا لما كسبنا البطوله في مصر، بس اللعيبه كانت رجاله والحمد لله قدرنا ان احنا نتاهل للاولمبياد بصوره كويسه، ان احنا نكون ابطال افريقيا ونقدر ان احنا نشارك في الاولمبياد بعد ما كانت اتاجلت لمده سنه. دي حاجه بتاعت الجهاز الفني وحاجه راجعه لكابتن شوقي طبعا، انا هو صاحب القرار في الاخر. بس ردا على سؤال يعني تواجد محمد صلاح معانا، دي طبعا يعني هتكون يعني اضافه لاي منتخب ولاي جيل ان لعيب بقيمه كابتن محمد صلاح يكون متواجد. اكيد مش هقول حاجه زي دي، يعني انا مش هقول، مش يعني انا مش هقول للمدير الفني اروح اقول له انا بلعب في كذا، لا هو اللي هيقول لي عليه انا موجود، انا تحت امر الجهاز الفني في اي وقت. يساعدنا اي حد يكون متواجد سواء كابتن محمد الشناوي، كابتن عم منصف، اي جون كبير هيضيف لنا، يعني اي حارس كبير هدف لنا، واحنا مش هنكون زعلانين خالص حتى لو جه على حساب حد فين.
احنا الحمد لله احنا هنا منتخب مصر، اللي يجي وهيسافر الثلاث حراس اللي هيسافروا احنا هنكون سبورت ليهم. احنا قدمنا بطوله كبيره جدا، سواء عبد السلام اللي لعب او انا اللي كنت بلعب او بيكهام او اسامه او اي حد من خط الدفاع، كلنا ما بيفرقش معانا وكلنا واحد في المكان ده، والحمد لله ربنا كرمنا كلنا، يعني ما كرمش حد بشخصه، ربنا كرمنا كلنا بالبطوله دي، حتى لو انا كنت مصاب وطاهر برضو كنا سبورت المجموعه كلها. معسكر مهم جدا، ومهم جدا تعامل اللعيبه مع الميديا، وان انت تخليهم ان هم يبقى عندهم الشجاعه في السن ده، لان دول لعيبه كبار مش صغيرين، بتتكلم في 22 23 سنه، ان هم يكون عندهم الشجاعه ان هم يتكلموا مع الميديا، ده بيديهم ثقه اكبر جوه الملعب. والحقيقه رغم ان المعسكر ما فيهوش مباراه، لكن التدريبات اللي حضراتكم شايفينها دي والشغل التاكتكس واللعيبه الجداد اللي لسه ما اشتغلوش مع الناس، ازاي يحفظوا طريقه لعب الكابتن شوقي والكلام والمان تو مان مانجمنت، حاجات كلها مهمه جدا. عشان انا بحب دماغ كابتن شوقي، غريب جدا جدا، وبصراحه خلي بالك طريقه اللعب بيلعب بيها، عرف يحفظها لعيب في بطوله الامم بشكل كويس جدا، وفي ماتش البرازيل لعبوها بشكل كويس جدا. وصح جدا اللي بيحصل دلوقتي ان هو ما فيش مباراه، لان في وجوه جديده انضمت ولازم تستوي ولازم تحفظ ويحصل تجانس في المنتخب الاولمبي. فانا بحب تفكير كابتن شوقي جدا، والمعسكر ده مهم جدا، عشان واحد زي مصطفى محمد فوق خلاص حفظ الكلام ده، هتلاقي الناس كلها اللي بتطلع، واحد زي فتوح حفظ الكلام ده، مهم جدا ان عندك عبد القادر بتاع سموحه لعيب جديد، محمد عبد المنعم بتاع سموحه المدافع عرم الاهلي لعيب جديد، عندك الجزار لعيب جديد، عبد القادر، عندك لعيبه كتيره جدا. فصح جدا ان الناس دي لازم تشرب خطه لعب كابتن شوقي، لان هو ما بيلعبش 4-2-3-1 اللي هو اي حد بيلعبها في النادي، هو بيلعبها 3-3-3-1، دي محتاجه شغل وتحركات، فهي لازم تتشرب. طب اخر سؤال عن المنتخب الاولمبي، هل انت شايف ان في ضغوط على المنتخب الاولمبي ان هو لازم يحصل على ميداليه بالامكانيات الكبيره اللي موجوده عند اللعيبه؟ لا، هو مش عايز اقول ضغوط، بس عايز اقول ان الطموح عالي جدا، لان هو يقدر. فاحنا ليه ما يبقاش زي نيجيريا، ونيجيريا عودتنا على كده، والمنتخبات الافريقيه اللي عندها قدرات ليه ما نحلمش؟ احنا انا بقول لك المنتخب ده يقدر، المنتخب ده يقدر، دي مش ضغوط، هي بتبقى احلام، لان هو جيل يستطيع الوصول لنقطه بعيده ان شاء الله في الاولمبياد. حضرتك كابتن شوقي عنده خبرات كبيره جدا بالزبط في التعامل مع هذا السن، ولاعيبه رجاله مت وفي لا لعيبه كويسه جدا ورجاله، وكابتن شوقي عنده خبرات كبيره جدا في التعامل في المرحله السنيه دي بالذات، ومعاه جهاز فني محترم جدا. كابتن معتمد عنده خبرات، كان مدرب عام في الاولمبياد قبل كده، خاض التجربه طبعا قبل كده. شوقي واحد من المدربين المميزين جدا، وهو تعرف اشتغلنا مع بعض في وادي دجله، وعنده شخصيه جميله ومدرب كويس وبيفهم كوره وعنده بيفهم كوره وبيعرف يتكلم، وشخصيه كويسه في التعامل مع اللعيبه. شيتوس مدرب خد خبرات كبيره جدا واشتغل مع كابتن شوقي قبل كده في الانتاج، وعارفين هو جهاز روحه حلوه، ودي يعني في راجل قوي اسامه مدرب حراس مرمى، هي جهاز فني محترم جدا. ان شاء الله المنتخب الاولمبي يقدر انه يروح الاولمبياد ويحصل على انت كل ده بالظبط، انت لسه مصطفى ولسه رمضان فتوح، يعني ما شاء الله. يعني نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم مع هشام على التصفيات كاس الامم الافريقيه للفريق الاول، والتشكيل الامثل، وهشام عمل لنا ملعب للتشكيل الامثل والقائمه بتاعه منتخبنا بعد الفاصل. كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس الامم الافريقيه، هنتعرف على شكل المجموعات وترتيب الفرق ومين متصدر ومين تاهل اوريدي من هشام. تعالى نخوض النهارده برضو قبل ما نبدا، ممكن احنا شباب نحضر المجاميع. النهارده كان فيها ميلو مباراه، كان في المجموعه الاولى غينيا ومالي، انتهت 1-0 لغينيا، وغينيا ومالي من دول الاثنين ضمنوا التاهل. عندك النهارده اوغندا وبوركينا، مباراه انتهت 0-0، وكانت بوركينا اتاهلت النهارده برضو بالتعادل ده للمره، ضمن التاهل بوركينا بالظبط.
وعندك النهارده كان ملاوي وجنوب السودان، ملاوي كسبت 1-0، وعندك ساو تومي مجموعه 3. ده النهارده انت بتتكلم على دي المباريات، عشان كده هنا انا عدلنا المباريات اللي اتلعبت. يعني انت بتتكلم ان 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 ان, إن مالي وغينيا المجموعه الاولى دي فيها حاجه ايه بقى؟ ان تشاد خرجت، استبعدت تدخل السلطات العليا في الشؤون الرياضيه. الكاف طلعها واتحسبت المباريات لصالح يعني، بس ده الترتيب النهائي بتاعها. ده الترتيب بتاع النهارده. يعني مالي وغينيا صعدوا، مالي غينيا خلاص صعدوا، وبوركينا فاسو واوغندا. بوركينا فاسو دي مجموعه مولعه بس اللي صعدت. بالظبط بوركينا صعدت واوغندا يعني في تطور في الكره الاوغندا طبعا. فانا بقول اوغندا مع بوركينا. دي غانا وجنوب افريقيا والسودان النهارده دي مولعه. السودان النهارده كسبت ساو تومي بره 2-0، فدي مجموعه مش هتحسم غير في الاخر. بالذات البطاقه رقم 2. عندك جامبيا والجابون والكونغو الديمقراطيه مجموعه مولعه. انت بتتكلم في 7 و7 و6 ولسه فاضل مباراتين، فدي مش هتحسن دلوقتي خالص. طيب عندك المغرب. المغرب المغرب خلاص ضمن التاهل، مش هنقدر ورقيا لسه، حسابيا لسه، لكن ممكن، لكن هو باذن الله ورقيا يعني دي يعني على الورق يعني. ما انا قلت اعمل ميكس لغه عربيه على مش. طب تعالى نشوف مدير الحدادي نجم المنتخب المغرب قال ايه في التقرير ده. انا جيت اول مره مع المنتخب، ان شاء الله نديروا بزاف الحاجات مزيانين، وان شاء الله نربحوا كوبا افريكا ونوصلوا كوبا دالمون. شكرا بزاف على الزمور، دائما كنشوف من ساخد كيبغيوني، وان شاء الله شي جولج باش يفرحوا. يعني طبعا واحد من افضل المنتخبات الحقيقه المغرب، عشان من افضل المنتخبات العربيه. مش يعني تتخيل ان واحد بالمستويات المتميزه اللي بيقدمها زي بدر بنون، وان اشرف بن شرقي والمستويات مستويات يعني، ده معناه ان في بدلاء ولاعيبه عامله يعني تخيل. بص فرق الليفل. انا بالنسبه لي انا بقول ان بدر بنون واشرف بن شرقي الاثنين لو كانوا في منتخب مصر الاثنين يلعبوا اساسي اكيد، ده مليون في الميه. وبالذات اقول لك حاجه، او بالذات بدر بنون ان هو ماشي بشكل كويس. قول مثلا بن شرقي حصل له ماشي ده حصل له، ولكن يدخله المنتخب. بس انا بحكم عليهم هم الاثنين وهم في البيك طبعا، وهم في هم الاثنين كانوا اساسي صح؟ بالظبط. فانت النهارده بيوريك الليفل الكبير الموجود في منتخب المغرب. نرجع للمجموعات مره ثانيه نكمل شباب. ماشي زي ما انت زي المجموعه الخامسه، المغرب موريتانيا بروندي و موريتانيا وبروندي ودي برضه على البطاقه الثانيه. بالظبط. والمجموعه السادسه الكاميرون ورواندا وموزمبيق والراس الاخضر. كده كده الكاميرون متاهله رسمي، ودي تاني بطوله ميدو. خلي بالك الكاميرون تتاهل بدون بتاع البطوله اللي فاتت، كانت مفروض عشان هتقام عندها وبعدين راحت لمصر. طب نكمل يا جماعه المجموعات. كاميرون رواندا ودي هيتاخد منها واحد. مجموعه مصر هنخليها اخر للآخر مجموعه عشان نتكلم عليها. المجموعه 8 الجزائر ضمنت، الجزائر فرقه كبيره. زيمبابوي في اخبار ان استقاله جمال بالماضي الاسبوع اللي فات. اخبار ليه؟ كان في اخبار يعني، خرجت اخبار من الاتحاد الجزائري بان جمال بن ماضي مشكله بقى خناقه بعض في هناك بعض الخلافات مع خسروا كتير جدا. بس كان في اخبار يعني يعني كبيره، لكن لسه ما فيش حاجه. نتمنى ان كابتن جمال بن ماضي يكمل مع الفريق. دي مجموعه مولعه، زيمبابوي وزامبيا. هو رفض يعلق على الكلام ده، بس دي كانت اخبار طالعه يعني بشكل بشكل مباشر يعني. الجزائر السنغال ضمنت الكونغو وغينيا بيساو اسواتيني. انا شايف ان الكونغو ما عندهاش اي مشكله مع السنغال. ان تونس في مركز ضمنت. جيد تونس ضمنت خلاص صعدت. غينيا الاستوائيه، تنزانيا وليبيا ممكن لسه فيها لعب، لسه فيها لعب، مباراتين مش سهلين. اثيوبيا النهارده كسبت مدغشقر 4-0. عندهم اميدو حته فرود اسمه بكر ناصر، بيلعب فين؟ في البن الاثيوبي، عنده 20 سنه. انا بقول لك اللعيب ده وسجل يا ميدو ابو بكر ناصر، ده هيبقى عليه كلام كتير. ابو بكر ناصر ابو بكر ناصر عنده 20 سنه، جايب بتاع 20 جون في الدوري الاثيوبي. سريع رقم 9 يعني ولا 9 فروت سريع طويل. النهارده جايب جون، لا مش طويل، سريع عامل زي ايتو. مش عايز اقارن ايتو، عارف طريقه لعب ايتو اللي هو السريع اللي بيقطع بين المدافعين، لعيب كويس قوي. كوت ديفوار ومدغشقر الاثنين 7 والنيجر 3 لسه فيها لعب، لسه فيها لعب. نيجيريا مجموعه 12 وبنين وليسوتو وسيراليون بنسبه كبيره يعني. نيجيريا لسه بنين وليسوتو، لكن بنين خبرات احسن من ليسوتو. طيب نروح لمجموعه مصر.
مجموعه كبيره مصر وجزر مصر يعني بدات بدايه فيها تذبذب كبير في المستوى لكن قدرت ان هي ترجع مره ثانيه. واتكلمنا عن ان 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 كابتن حسام كان محتاج وقت ومحتاج ان لعيبته كلها تبقى موجوده كامله عشان يقدر ان هو وتركيز اللعيبه ميدو تركيز اللعيبه يعني خلي بالك كينيا خلي بالك ان الماتش بكره مهم جدا لكينيا جدا. حياه وموت انت عارف ايه اللي يعني برضه عشان الناس السادة مش هتفهم ان الماتش بكره حياه وموت بالنسبه لكينيا كينيا لازم تكسب يعني هو الورق بقى هو المره دي كينيا لو كسبت ماتشين وجزر القمر خسرت ماتشين صعدوا بالظبط جزر القمر عايزه نقطه ليه لان هي متعادله 1-1 وكاس وجزر القمر لسه جاي لمصر جاي لمصر بس لازم بس جزر القمر لو خدت نقطه من توجو بكره في جزر القمر خلاص ليه لان هي متعادله 1-1 مع كينيا في كينيا وكسباها في جزر القمر 2-1 فالمواجهه المباشره خلاص جزر القمر وتوجو في توجو في جزر القمر لان اخر ماتش عن فريق جزر القمر حاجه كويسه جدا تلعب كره حلوه نقطة بس هو على الورق كينيا لا وخلي بالك كينيا النص الناس مش عايزة حصل تحسن عايز اسال عايز اسال عن توقيتات الماتشات هل توجو يعني النهارده كله كان ثلاثة ما عدا ماتش غينيا و ومالي احنا شوفوا لنا توجو وجزر جزر القمر وتوجو هيلعبوا قبلينا ولا بعدينا خلي بالك كينيا ميدو في ناس ما اعرفش عارف في حد معايا يا جماعه من الناس خلي بالك كينيا ميعاد ماتش جزر القمر وتوجو في نقطه في ما اعرفش ناس عارفاها ولا لا ان كينيا لعبه ال 10 ايام اللي فاتوا يوم 11 ويوم 13 مباراتين وديتين مع تنزانيا ومع جنوب السودان كسبوا 2-1 و1-0 جزر القمر وتوجو قبلينا الساعه 3 لو توجو مجزره لو توجو كسبت جزر القمر ماتش ده يبقى ماتش ده هيبقى مجزره بتاعها هو كده 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 لا لو توجو بص لو توجو لو جزر القمر كسبت قمر كسبت توجو لعيبه كينيا يلعبوا باحباط بالزبط. كبير بالزبط. لازم نفهم معاك قصه الموقف ايه بالنسبه لمجموعتنا واقول لك حاجه ميدو تعليقا على القصه دي مهمه جدا وبرده احنا ملناش دعوه بنصعد بنقطه ولا لا انا بكره هشتغل على الثلاث نقط والنقطه اللي انا قلتها في اول الحلقه حته ان احنا لما صدقنا ان الجمهور بقى في علاقه كويسه بينه وبين الجهاز نبني مباراه بكره وانا بقولها لو مصر ما نزلتش مركزه اللعيبه 200% المباراه دي هتبقى محرجه ولازم بكره يبقى في جيم بلان كويس كابتن حسام طبعا عنده خبرات كبيره لكن كينيا زي ما انت بتتكلم عندهم باك ليفت جامد جدا ده لعيب كويس جدا بيلعب فين اوما ده بيلعب في السويد بس لعيب هجوميا خلي بالك هو منتخب متواضع بس عنده كروز لازم نحترمها بس دفاعيا عنده مشاكل عنده مشاكل هم عايز قوتهم قوتهم يعقوب مولي اللي هو المدرب بتاع كينيا بيعتمد على الجناب بشكل كبير جدا عندهم باك رايت وباك ليفت في كروسز يعني كتير بص من بعد نص الملعب يعني مش عايز افخم فيهم انا مش بفخم هم عندهم عايزين يلعبوا كوره كوره عشوائيه بس عايزين يلعبوا كوره وبعدين ملعب كينيا عشان انا لعبنا فيه قبل كده ملعب كبير جدا بص يا ميدو ملعب عامل زي منتخب مصر تحس ان هو فدان منتخب مصر واهلي فدان لا منتخب مصر احنا ياما اتعودنا منتخبات مصر والانديه المصريه الاهلي والزمالك كلنا شفنا الاهلي في سيمبا وشفنا الزمالك في تونجيت وشفنا الاهلي في فيتا الاهلي في فيتا كسب ليه لان اللعيبه نازله من مصر مركزه كسبوا في سيمبا الوضع كان مختلف بكره لو ما نزلناش مركزين 200% المباريات دي اللي بيبقى فيها احراج للجهاز ويبقى شكلنا وحش وبنرجع للنقطه صفر تاني وأولينجا مهاجم كبير مهاجم الدحيل لو تفتكروا الراجل الطويل الاشول ده بكره هيكون مهاجم يعني كبير جدا عندهم هو في القايمه عندهم لعيب في نص الملعب محترف في تركيا وعندهم لعيب اسمه جوما بيلعب هاف رايت عندهم كابيتو ده انت مذاكر الدوري الكيني انت عارف كابيتو ده هداف الدوري الكيني جايب 14 جون في 16 ماتش جامد جدا وسريع يعني خلي بالك عنده كام سنه تقريبا عنده 23 سنه او 22 مش عايز افتي في دي بس انا تقريبا عشان وانا ياما مش موجود نجم ساوثهامبتون توتنهام السابق كان دلوقتي بيلعب في مونتريال في امريكا مش موجود مش في كندا عشان الناس تقول لك مونتريال في كندا لا هو النادي في امريكا وهم ميدو عايز يركز على النقطه دي هم عندهم واتمنى ان بكره ان شاء الله قلبين الدفاع بيلعبوا براسهم كويس جدا دي نقطه رقم واحد ليه ايا كان بقى شكل الكروسات اللي بيعملوها هم دايما بيوزعوا على الباك رايت والباك ليفت ودايما بيرفعوا من بدري تعال نشوف شكل الملعب اللي انت عامله لنا انا الملعب ده انا عامله منتخبنا الملعب ده يا ميدو انا عامله عشان حاجه عشان القايمه اللي ولعت مصر الايام اللي فاتت انا عندي وجهه نظر انا بكن كل احترام لكابتن حسام البدري وكلنا داعمين لكابتن حسام البدري
ولكن فنيا في نقطه اتكلم عليها، ان انا القايمه فيها كام نقطه كانت ممكن تتعدل. يعني احنا دلوقتي انا عامل لك كده موزع لك قايمه منتخب مصر على الملعب وانت برضو مدرب كبير ونتناقش. حراسه المرمى الشناوي وجنش وبسام وعامر عامر. سريعا كده انا كنت اتمنى ان اوسا لازم يخش، بس هو ما دخلش دلوقتي يخش امتى؟ اختار انت بقى مكان مين، انا مش بتاعتي. ماشي. انت فاهم قصدي؟ فكان اوسا لازم يخش، ما عندناش مشكله ايمن اشرف وعبد الله جمعه وحتى لو الونش، دي التقسيمه بتاعت القايمه. ما عندناش مشكله في محمد هاني وعمر جابر باك رايت، ولكن بقى هنا المشكله رقم واحد. كابتن حسام بدري ضمم خمس مدافعين. حجازي، الونش، ياسر ابراهيم، واحمد ايمن منصور وعلي جبر. في الخمسه دول مفيش غير واحد يجيد اللعب قلب دفاع يمين غير علي جبر. صح، لان حجازي، بس حجازي والونش لما بيلعبوا جنب بعض احنا فيها ميدو. بص تعالى نتكلم. لا انا معاك. احنا عارف انا عايز اقول ايه؟ مالناش دعوه بالمنافس، انا بتكلم بالمنطق. ان شاء الله هنعدي المباراتين على خير، وحجازي ممكن يلعبها وياسر ممكن يلعبها، بس انا لو عندي لعيب بيلعب لي 100% شمال ليه اخليه هنا احتمال يلعب 50 60 يعني؟ انت ماشي، يعني انت رايك كان مين السنتر باكات كان لازم انا بحب ياسر، وكنت فاكر لما كنت بقول لك ينضم كان لازم ياسر او احمد ايمن منصور يبدلوا بواحد يجيد اللعب قلب دفاع يمين، يا محمود علاء يا عبد الغني. وبرده مش بتاعتي، خلي بالك انا بقول مدافع يجيد ليه؟ عندي علي جبر يبقى ليه بديل، عندي حجازي يبقى ليه بديل، والونش، واختار لك جوكر خامس يلعب. بس يعني بس حجازي لما بيلعب هتعدي في مباراتين دول. بس حجازي لما بيلعب يمين، بص السنتر هافين الاساسيين بتوع منتخبه بس بيرجعك لورا. حجازي مدافع جامد، لكن ماتش توجو لما لعب يمين عشان فكره السرعات والحاجات دي كلها، لو انت جيت قلت عايزين نطلع شويه هتلاقيه هو ساحب خط الظهر ورا شويه. بس انت يعني شئت ام ابيت حجازي والونش هيلعبوا جنب بعض، ودي النقطه اللي انا هقول لك عليها، ان انا يعني مش لازم انا مش مقتنع بيها. لا مش مقتنع ان حجازي والونش هيلعبوا جنب بعض. ليه؟ علي جبر خلاص ده لازم يبقى اساسي. انا بتكلم في حاجه، سيبك من مباراه كينيا وسيبك من مباراه جزر القمر، انا لو بلعب المغرب هو انا ليه اخلي مدافع يعني علي جبر يلعب مكان مين؟ ها؟ مكان مين؟ علي جبر، وانت اختار بقى يا الونش يا حجازي. انا بتكلم يا ميدو في تقسيمه ملعب. ماشي، بس انا ماليش دعوه ان الماتش ضعيف ولا لا. يعني انا لازم لا بص الونش ميدو وانا الونش عشان كليفل. لا انا كراجل كحجازي بقى اعوده يلعب في الحته دي، اشتغل في الحته دي، يا اما الونش. بص الونش اعوده يلعب هنا. العب هنا وبتاع، وخلي حجازي شمال على حسب مين، وابتدي يشتغل عليها واشتغل عليها في التدريب. خلي بالك وماتشاته مين احسن اثنين مدافعين في مصر دلوقتي؟ الونش وحجازي. صح. الطبيعي الطبيعي ان انت لما تيجي تتكلم لا عشان الونش جامد وحجازي جامد لازم يلعبوا، بس انا بظلم الناس دي. يعني انت دلوقتي وائل جمعه واحد من اعظم المدافعين الجم في تاريخ مصر، لو جبته شمال موضوع ماشي. تاني ماشي. فانا بحرج الناس دي ليه؟ انا ماليش دعوه بليفل الماتش. خلي بالك انا ماليش دعوه بليفل الماتش، انا بتكلم بالعقل. كان ماشي. لازم علي جبر يا احمد ايمن منصور يا ياسر ابراهيم يبقى واحد مكانهم، واحد منهم يلعب قلب دفاع. فدي اول نقطه كان في القايمه. بصراحه انا بحترم كابتن حسام بدري، لكن كنت لازم اعلق عليها. ايمن اشرف، عبد الله جمعه، محمد هاني، عمر جابر، اللعيبه اللي بتلعب على لا دي ما فيهاش نقاش، ده يعني ما شاء الله امسك الخشب. ماشي، بتتكلم في طارق حامد، ما فيش خلاف، فتحي حمدي فتحي، السولية، النني، وبرده معنويا لازم اقول دونج عامل موسم رائع. بس هو ما كانش ينفع ياخده لان كده يبقى الاربعه بيدافعوا. فالسولية في ميزه ان هو هجوميا. قفشه الوحيد نمره 10. المشكله الاكبر في تاريخ مصر بقى لها فتره. بعد ابو تريكه قعدنا شويه عشان يطلع لنا عبد الله السعيد، بعد عبد الله السعيد دلوقتي جالنا قفشه. طب مين مع قفشه؟ هنيجي يعني نقول دلوقتي مثلا انت جاي بتتكلم على القايمه. عندنا اجنحه مفيش مشكله، عندنا صلاح هنقول مثلا مصطفى فتحي البديل بتاع صلاح، عندنا زيزو بيلعب يمين، عندنا محمد فاروق بيلعب بيمين او شمال او او او، عندنا بقى الناحيه الثانيه تريزيجيه هنقول باللعب اسلام عيسى في بيراميدز هيلعب وينج ليفت يلعب شمال. لكن قفشه هو انا لازم مثلا اروح جايب زيزو، اما اقول زيزو ولا محمد فاروق بيلعبوها ميدو؟ لا، امال اوباما هيخش امتى؟ اوكي، يعني انت كنت شايف ان لازم يتم استدعاء طبعًا اوباما طبعًا. وطبعا المهاجمين مصطفى محمد وحسام حسن ومحمد شريف واحمد ياسر ريان والدنيا كويسه بالظبط. لكن انا بقول لك ان لازم يعني لما تيجي تتكلم سريعا على كابتن جوهري وكابتن حسن شحاته، هم شغالين كانوا بيشتغلوا وبيبصوا لقدام. انا مهم جدا ان في مركز صانع اللعب ده ابني، حتى لو مش هلعب اوباما او محمد ابراهيم، لا يخش المعسكر ياكل ويشرب ويلبس التيشيرت دي هتقله لما احتاجه. هشام بشكرك حبيبي ميدو، اشوفك على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله نطلع فاصل، وبعد الفاصل معايا ونطلع عالم تويتر، وبعد عالم تويتر نطلع بريك، وبعد البريك معايا
واحد من افضل الحراس المرمى اللي جم في تاريخ مصر. اتظلم بشكل كبير جدا في رايي لانه اختار ان هو يلعب للاهلي والزمالك. اتظلم ممكن بسبب اسباب تانية هنتكلم معاه في حاجات كتيره جدا واسرار كتيره جدا ممكن يكون ما قالهاش في اي مكان تاني وفي اي برنامج تاني، لان انا الوحيد اللي معاه اسراره، لان كنت بقعد معاه في الاوضه دايما في كل معسكرات في منتخب مصر وانا صغير فتره طويله جدا. بعد العالم تويتر والفاصل هيكون معايا كابتن نادر السيد. اهلا بحضراتكم من جديد واخر الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه في فقرتنا عالم تويتر، واللي هنبداها معاكم باول خبر معانا من موقع العين الرياضيه. تدريبات اتلتيكو مدريد تشهد حاله من الرعب بين اللاعبين بسبب تعرض موسى ديمبلي للاغماء بشكل مفاجئ. سقوط ديمبلي المهاجم الفرنسي صاحب ال 24 عام على الارض من غير اي حركه وهو مستلقي على ظهره في الملعب أثار رعب زملائه في الفريق والجهاز الفني اللي بسرعة اتجهوا لسيارة الإسعاف في محاولة منهم لنقله للمستشفى. في نفس الوقت اللي بينزل فيه أعضاء الجهاز الطبي واللي استمرت محاولاتهم لإنعاشه دقايق، والحسن الحظ وهو مستلقي على جنبه بيستعيد وعيه من تاني وبيمشي على رجليه لسيارة الإسعاف من غير أي مساعدة. نادي أتلتيكو مدريد أصدر بيان مضمونه إن حالة الإغماء اللي تعرض لها اللاعب كانت نتيجة انخفاض في ضغط الدم وإن حالته دلوقتي مستقرة وهو تحت الملاحظة. وبالفعل ديمبلي غادر المستشفى متجها لمنزله للحصول على قسط من الراحة. الخبر اللي جاي معانا من الوطن سبورت. هاني شاكر ومحمد منير. تشجيع الزمالك ما بين كان زمان وسنظل أوفياء. كان زمان فعلا. كان زمان مستحيل تسمع أو تشوف خبر زي ده. الكينج اللي كان صوت الحرية ومعشوق الزملكاوية أعلنها بوضوح إنه كان بيشجع الزمالك أما دلوقتي فبيحب يتابع لعيبة الأهلي. تصريح بالنسبة لجماهير التالتة وقناعاتها هو أشبه بالسير فوق حقل ألغام. بسببه جماهير الزمالك هجمت محمد منير من خلال تغريدات ومنشورات في شكل محاكمة ليه، لأن تصريحه زعلهم جدا وكان بمثابة صدمة ليهم. في المقابل وتحت شعار سنظل أوفياء أمير الغناء العربي هاني شاكر عبر عن غضبه وحزنه على نادي الزمالك وقال إن النادي بيتعرض لمؤامرة، وانتقد هاني شاكر قيام بعض الشركات بتخصيص الأغاني للأهلي دون الزمالك وقال اللي بيحصل ده عيب ومش بنشوفه في أي مكان في العالم، وإنه ما شافش في إنجلترا إعلام بيقول مثلا وراك يا ليفربول أو في ظهرك يا مانشستر، وإن ده أكيد مش عادل. واخيرا بعد تصريحات الطرفين اصبح هاني شاكر هو محبوب الزملكاويه، عشان يبقى السؤال يا ترى الكينج هيتراجع عن موقفه؟ ده اللي هنعرفه الفتره اللي جايه. اخر خبر معانا من موقع سبورت 360 مصريه. تارجت لاعب استون فيلا معلقا على صوره تريزيجيه من مران المنتخب عبر انستغرام. محمد صلاح خلى مات تارجت لاعب استون فيلا ينطق بالعربي لما علق على الصورة اللي نزلها تريزيجيه واللي بتجمعه مع محمد صلاح وقال له يا له من لاعب، عشان يعلق المحمدي بوش بيضحك. ويتفاعل بعدها الجمهور مع تعليق التارجت بشكل كبير جدا، يمكن لحد دلوقتي وصل لأكثر من 80 تعليق ردا على تعليقه، ومعظمها بتعبر قد ايه هم فرحانين انه كتبها بالعربي. حارس كبير ومسيرة مميزة بدأت بين جدران القلعة البيضاء. نادر السيد الحارس الموهوب ابن محافظة الدقهلية واللي بدأ حياته الكروية في نادي ديكرنس وانتقل بعدها لنادي الزمالك عام 92 علشان يكتب أول سطر في مسيرة حافلة بالإنجازات والمحطات المميزة. اتصعد نادر السيد للفريق الأول في نادي الزمالك سريعا علشان يشارك مع الفريق في 6 مواسم حقق خلالهم 7 بطولات مختلفة. تألق نادر مع الزمالك مهد له الطريق للانضمام للمنتخب الأول والمساهمة في الفوز ببطولة أمم إفريقيا 98 في بوركينا فاسو واللي أحرز فيها لقب أفضل حارس مرمى في البطولة. مستوى نادر الكبير مع الزمالك والمنتخب
لفت لي أنظار الأندية الأوروبية علشان يتعاقد معاه كلوب بروج عام 98 ويحقق نادر السيد إنجاز جديد بأنه يكون أول حارس مرمى مصري يحترف في أوروبا. استمر نادر موسمين مع الفريق البلجيكي قبل ما يقرر العودة مرة تانية للدوري المصري من بوابة جولد، واللي استمر معاهم موسمين قبل رجوعه مرة تانية لأراضي أوروبا عن طريق أكراتيتوس اليونان. قضى نادر السيد موسم واحد في اليونان وقرر بعدها العودة مرة تانية للدوري المصري من خلال الاتحاد السكندري موسم 2003. استمر معاهم موسم وانضم بعده للنادي المصري، وبعد موسم بين جدران النادي البورسعيدي انضم نادر السيد للنادي الأهلي موسم 2005 علشان يحقق مع الفريق 6 بطولات مختلفة بالرغم من مشاركاته القليلة، واللي بسببها رحل عن الفريق علشان ينضم لنادي انبي، ويكون النادي البترولي محطة الختام لمشوار نادر السيد مع كرة القدم، وبعدها يقرر الاعتزال. حكايات كتير وكواليس هنعرفها مع ضيفنا نادر السيد في أوضة اللبس. ملك ضربات الجزاء كابتن نادر السيد، منورني حبيبي. مين عامل ايه حبيبي؟ وحشنا. كله تمام وانت؟ كله تمام والله، كله كويس. ايه موضوع ضربات الجزاء؟ جت منين؟ جت منين ضربات الجزاء؟ جت من بص، اتعلمت حاجه من كل واحد يعني، فاهم؟ جت من 92 مع كابتن جوهري، وبعدين كان فيها تكنيك كده معين بجرب كل مره، جرب حاجه فاهم، وبعد كده جمعت كل الحاجات دي كلها، وبعد كده في الاخر يعني هي عارف انت عامله زي ايه، عامله زي مثلا ايه، زي ما بتظبط كده الزوم بتاع الكاميرا، وانس ظبطت خلاص بتدوس عليها بتعمل يعني انت هل الموضوع بالنسبه لك ان انت بتروح في الزاويه اللي انت بتشوف مثلا الدايركشن بتاع رجل اللعيب؟ اصل زمان الامور دلوقتي اصبحت اسهل بكتير، لانه دلوقتي في اناليسز للمدرب الاجوان بيجيب لك كل لعيب بشوط، لا ده الحركه بتاعه. لا انا كنت ده بيجيبوا لك دلوقتي انت مثلا ايه الثلاثه اللي بيشوطوا مثلا او الخمسه اللي بيشوطوا، كل واحد اخر خمس ضربات جزاء شاطهم فين. فاهم انت بيجيبوا لك الاناليسز شاطهم مثلا هنا اربعه هنا وواحده هنا، خلاص تبقى عارف بنسبه كبيره، انما زمان ما كانش فيه الكلام ده. ماشي، بس خد بالك يعني انا فاكر انت مثلا كنت بتلعب كتير في الاوقات، بتلعب على مثلا على بتدخل تحطها جامده او بتلعب على حركه الجول. يعني انت كنت بتدرس ولا بتدرس لا بدرس موقف موقف. يعني مثلا ليتس سي مثلا ميدو دخل عليا الدايركشن، واقف ازاي، رجله اليمين فين، رجله الشمال فين، ايده نفسها يعني اقول لك على مثلا تركيه صغيره، رفعت الايد دي بتبين حاجه معينه. هو داخل يشوط، هو داخل يشوط اللي هو يشوط بالراحه. لا يعني مثلا لو انا بلعب رجل اليمين معايا، يعني بص كاميرا معايا، لو انا بلعب رجل اليمين مثلا فاهمني، وانا عملت كده، عملت رجل ايدي كده، عمري ما هلعبها في يمينك، لازم تفتح بطن رجلك. حتى الاداء الحركي بتاع الجسم ما ينفعش ان انا ارفع كده واحطها كده، حتى عكس الاداء الحركي احطها كده فاهم. انما لو انا داخل عليك مثلا وهشوط كده، انا ايدي تحت، يبقى بنسبه 60% هتبقى هنا. فانت كنت بتقرا الكلام ده ولا بقرا الكلام ده؟ والرجل الثابته بتهيألي بتلعب دور كبير جدا، بس صعب قوي. يعني الرجل اللي هي داخله اللي انت بتحطها دي، انا في رايي لو هي مفتوحه سنه، لو مفتوحه سنه لازم تفتح رجلك بالظبط. صح، بس صعب يعني، صعب قوي تبص عليها يعني. صعب قوي تبص عليها لانك انت في الاخر ايه، بتبص الدايركشن بتاعه، وقفه ايديه، الاداء الحركي بتاع جسمه فاهم، طبعا العينين والحاجات دي اخر حاجه. مين اصعب لعيب شاط عليك ضربه جزاء؟ ان انت تفتكر يعني؟ لا انا فاكر ضربات جزاء معينه فاهم. يعني ضربات جزاء مثلا لو زمان قوي في ماتش كوتوكو في 93 كانوا صعبين جدا، لان هم بيلعبوا على حركه الجول يعني فاهم، بيستنوا يعني مستنيك قوي 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 قوي، فانت تفضل مستني. حتى لو الناس اتفرجت على ضربات جزاء، انا صديت الضربتين اللي هم دخلوا فيهم بسرعه. انما كل الضربات وقتها، انا فاكر وقتها في نهائي افريقيا، كان كلهم بيلعبوا على حركه الجول، بيستنى يعني لاخر، وانا عمري ما هستنى لاخر لحظه فاهم، بتتحرك. يعني زمان برضو بصراحه يعني مش تقليلا منكم، يعني دلوقتي اتصعبت شويه على الجول كيبر، ان هو لازم تقف على الخط، ما تاخدش خطوه قبليها يعني، وبقى فيه في ار كمان، ان هو لو خد نص خطوه هيطلع برضو. حتى انتوا زمان برضو كنت بتاخدوا خطوه تقفله. يعني انا كجول مثلا، انا مش محتاج اخد خطوه، لان انا باخد الخطوه واحط رجله، يعني انا ما اخدش خطوه قبل معايا. فالخطوه بتاعتي اللي هو خطوه التراي، يعني انا بحط رجلي عشان ازق اقصى حاجه عندي عشان اقفل الزاويه اللي انا عمر حد عمل لك البانينكا دي؟
لا لا ما كانش لا ما كانش حد عملها يعني وقتها, ما كانش قوي يعني فاهم. لا لا دي بانينكا دي هو عملها اعتقد سنة 87. لا بس ما كانش حد عنده الجرأة انه يعملها فاهم. هو يعني نفسه عملها, هو بانينكا ده لعيب. انا فاهم هو ده هيتسمى بعد كده. لا انا قصدي بعد كده اللعيبة ما كانش حد عنده الجرأة ان هو يعملها فاهم يعني. هو ده كان ماتش ايه يا جماعة بتاع بانينكا ده؟ كان ماتش جامد جدا. ده هو اول واحد يعملها. لا وليه ليه ده الماتش اللي عملها ما عملها زيدان في الفاينل. بس انا قصدي يعني مش كل اللعيبة عندها الجرأة ان هي تعملها. تخيل عارف عملها امتى؟ ماتش نهائي كاس امم اوروبا 76. زمان قوي زمان. طبعا هو الراجل البانينكا ده عملها. ايوه بالظبط. ما انا قصدي على ان اللعيبة بعد كده فضربات جزاء ما كانش حد عنده فاهم يعني الجرأة ان هو يعمل. او بعدين كان نرجع صح. نرجع للبدايات تمام. عمرو عبد السلام كان هو اللي بيقف اساسي في الزمالك. طبعا. وانت كنت ما كانش حد متوقع ان نادر السيد هو اللي ياخد القصه دي. وبعد كده عمرو اللي انا اعرفه يعني صححني لو انا غلط قول. بعد كده عمرو اعتقد اهله قالوا له لازم تقعد تدرس او حاجه, قعد سنه في البيت. هاتها من قبلها بقى شويه. قبلها بشويه انا كنت بلعب, كنت صغير وكان نفسي العب بقى, وكنت جاي من ديكنس ونادي درجه ثانيه, ورحت منتخب مصر 16 سنه مع كابتن سيد طباخ ربنا يدينا عمره الصحه. وبعد كده كنت املي طبعا ان انا ابقى الجول, حتى اي جول, اي 3 2 1 ايه مشكله. فكان موجود طارق سليمان اللي هو المدرب بتاع النادي الاهلي. طارق ده كان بالنسبه لنا وهو كان جول كويس قوي. كان عملاق. كان موجود فين؟ في منتخب 16. انا كنت في منتخب 16. انا وهادي خشبه. هو سنك؟ طارق سني. وطارق كان بيلعب منتخب 16 وكمان كان بيلعب منتخب 19 فاهمني. فطبعا ده بالنسبه لنا ده التوب. وبعد كده ايه نتكلم بقى في 2 3 بقى. وكان عمرو هو الجول رقم 2 مع عمرو عبد السلام في المنتخب 16. وانا يعني بطلوع الروح يعني بقيت رقم 3 في المنتخب. يعني في جولين من الزمالك بيروحوا. ما كنتش في الزمالك وقتها. لسه في ديكرنس. كنت انا لسه في ديكرنس. بس حاجه يعني عظيمه جدا ان انضم. انت عارف المنتخبات كان عامل منتخبات كابتن طه بسر الله يرحمه. الله يرحمه. كان هو اللي بيختار منتخبات المناطق. منتخبات المناطق. فانا كنت بلعب انا وعلي جد الله ويعني من الناس اللي وصلوا يعني. علي جد الله كان معايا من صغري من وانا عندي 15 سنه يعني. ولسه لغايه دلوقتي اصحابي يعني. فالمهم رحت انا وعقل بعد كده الزمالك ب 500 جنيه وشويه كور حاجه زي كده. جم لعبوا ماتش كان الجيل بقى بتاع مصطفى ابراهيم وخالد غندور ومش عارف ايه. جم لعبوا ماتش في تكنس ورحت رايح على الزمالك وقتها. كان الكابتن غانم سلطان هو اللي اخذني. وكان الكابتن عادل مأمور كان هو المدرب. كابتن غانم كان المدرب بتاعك. كان المدرب. كان الكابتن غانم وكابتن عبد الرحيم. كويس ان انت لعبت درجه اولى. لا كابتن غانم جميل. لا بس خد بالك كابتن غانم والله العظيم لغايه دلوقتي لسه بفكره الكلام ده. قال لي تعالى ادي. انت عارف كابتن غانم لذيذ. قال لي بص انا شايف ان انت نادر. بيتكلم بطريقته كده. قال لي انت جول كويس وانت هتحترف من زمان من بدري. المهم جيت انا 16 سنه عشان اختصر الموضوع. كابتن عادل مأمور كان لسه مبطل وهو بيدربني فاهم. وبعدين اشتغلت. انت عارف برضو جاي من الارياف ولسه بقى يعني ما دخلتش في الاجواء بتاعت نادي الزمالك وبتاع. فعمرو كان الحقيقه كان جول كويس قوي وقتها وكان هو اللي راكب يعني. عمرو جه فضلنا نشتغل مع بعض. هو ياخد اكتر وانا اخد شويه واخد اكتر. وبعدين هو جه في وقت الثانويه العامه قطع تماما على النادي يعني. فانا لعبت وظهرت بشكل خلاص كويس. خلاص بقى اخدت رجليك. ركبت. رايك عمرو عبد السلام اتظلم في مهمته مع نادي الزمالك كمدرب حراس مرمى؟ بالعكس ده هو اتحط جوه النار يعني. لان انا شايف ان عمرو اولا حطوا له صعب قوي يا ميدو ان انت وانت كراجل مدرب حتى صعب ان انت تجيب ثلاث اجوال او اربع اجوال نمره واحد. ابو جبل جنش محمد صبحي عواد يعني الاربعه يقدروا يلعبوا يكونوا رقم واحد دايما في اي فرقه في الدنيا. ماشي في واحد الصبح ماشي. انا بتكلم قبل ما صبحي يمشي يعني. هو مع وقدر يمانج الموضوع مع الاجوال وقدر ان هو يبقى مشغلين كويس ومفيش مشاكل. وبعدين انا ليه عند المدرب لان هم حملوه برده حاجات مش صح. يقول لك اصل هو مش مسيطر على الاجوال. اصل مثلا جنش بيتكلم مع ابو جبل وابو جبل بيتكلم على جنش وعواد مش عارف يعمل ايه. انا ليا كمدرب جوه الملعب ملتزمين بيتمرنوا كويس مركزين في شغلهم مفيش اي مشاكل. بره الملعب بقى على السوشيال ميديا او بيتكلموا بتاع. طب انا مش هربيهم يعني. انا مش ابوهم ولا ناظر مدرسه يعني فاهم. فانا شايف ان عمرو اتظلم. رغم كده كان ادائهم كويس يعني. انا شايف ان جنش ابو جبل كان شكله كويس. جنش لما لعب برده كان شكله كويس. صبحي مع الاتحاد لما راح برده كان جاهز وكان شكله كويس. فانا شايف ان هو اتظلم بصراحه. اتظلم في اتظلم في ظلم الناس ليه. حملوه المشاكل اللي هم صدروها له اصلا. لان هو اصلا صعب ان انت تقدر تسيطر على ثلاث اجوال عايزين يلعبوا يعني ثلاثه. طب انت رايك باتشيكو اخطا في قرار استبعاد ابو جبل من التشكيل الاساسي في التوقيت اللي هو غلط فيه يعني. انا قلت انا طلعت قلت كده ما اعرفش انت رايك ايه يعني. انا قلت
ان انت الراجل الجون ده شايلني بقاله فتره وانا بصراحه شايف انت تفهم اكتر مني بس انا شايف ان ابو جبل الموسم اللي فات عمل موسم هايل اتطور بشكل كبير جدا. صح. كل حارس عنده اخطاء بس اتطور بشكل كان وحش بصراحه. صح صح. فالنهارده مع اول غلطه انا كنت شايف من الاول اول غلطه بص سميته انا كنت شايف ان ما ينفعش من وجهه نظري انا وفي ناس تقول لك لا او ما ينفعش ما دام عندك ثلاثه يقدروا يلعبوا العب بالثلاثه. هتقول لي لا ادور لا مش هدور انا اختار زي ما انا ممكن انا شايف الماتش ده العب امام عاشور في نص الملعب انا شايف الماتش اللي بعده امام يلعب باك رايت بجد؟ انا شايف انا شايف انا كده. كابتن انا هقول لك بس هقول لك بس انا يعني العب بالثلاثه موضوع التدوير اللي انا اقول لك مش هلعب بالتدوير العب بالثلاثه الاجهز فيهم يلعب واللي يقع يقعد في الاول يعني في الاول انا مش بقول ان انت تدور وانك انت ماتش وماتش ودور ودور لا خالص يعني انا ده انا لو انا مسؤول هعمل كده معايا انما انا معاك جدا ان ما دام ابو جبل بدا وهو هو اللي بادئ خلاص يفضل مكمل لانه ما كانش عنده اخطاء كبيره تخليه يقعد الا لو في بدايه الموسم كنت تلعب الثلاثه. طب يعني كنا بنتكلم على عمرو عبد السلام دلوقتي زميل الطفوله يعني طبعا. وكنا بنتكلم وعمرو معانا كابتن عمرو معانا على التليفون. كابتن عمرو مساء الخير. مساء النور يا كابتن نادر. مساء الخير يا كابتن. انا كابتن ميدو انا ميدو وكابتن نادر معايا. طبعا ايوه كابتن ميدو انا بتكلم على حضرتك. اهلا بيك يا فندم. نادر والله ازيك يا كابتن ميدو. ازي حضرتك عامل ايه؟ والله نحمد ربنا يا كابتن. نتكلم الاول قبل ما نروح للفتره الاخيره في نادي الزمالك بنتكلم في الاول على الذكريات مع في قطاع الناشئين والايام الجميله بتاعت نادي الزمالك والجيل بتاعكم يعني كانت فرقه مميزه جدا. وكابتن نادر كان بيقول لي دلوقتي ان واحد من الاسباب اللي بعدت اللي ابعدت عمرو يعني عن التشكيل الاساسي لفرقه الزمالك في الناشئين هو ان ان ان, إن انت بعدت بسبب الثانويه العامه. بالظبط. والله فعلا حصل الكلام ده. كان الوالد الله يرحمه الله يرحمه هو والوالده كانوا مهتمين بمساله التعليم قوي بالنسبه لي انا واخويا واختي. فوالدي اصر ان انا لازم في الثانويه العامه اقعد والله يا كابتن ميدو. بس على فكره اقول لك حاجه انا ما اعتقدش ان هي كانت اثرت في حاجه بيني وبين نادر. لا 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 ما حدش قال كده طبعا. بالمناسبه يعني طب لو رجعت نادر. طب لو رجعت لا لا لو لو, لو رجعت الايام بيك تاني حتى وانت في السن الصغير هتسمع كلام الحاج الله يرحمه ولا هتقول له لا انا لازم ان انا اكمل في الكوره؟ لا انا اتعلمت انا اتعلمت والله لازم اسمع كلام الوالد لان ده اللي بعلمه لبناتي اللي لازم تسمعوا كلام والدكم. لا يعني حتى لو كانت لا والله هي كانت الفكره ان كان الوالد بس خد بالك عمرو يعني عايز اقول لك على حاجه عمرو ازيك طبعا وعمرو برده كمان اتظلم بصراحه يعني كحارس مرمى كمان يعني انا فاكر زمان اياميها امكانياته كحارس مرمى امكانياته كانت كويسه جدا جدا كحارس مرمى يمكن كمان اتظلم لان كان وقتها في الدرجه الاولى كان في جوال كتير يعني يعني كان في مع حافظ الالقاب حسين السيد وطارق عبد العليم وايمن طاهر وانا وعمرو وكان في عمار معايز كان في كتير وكان في ايمن بدوي انا فاكر كمان كان جول صعب فعمرو حتى لما رجع انا ما كانش ليا وقت يعني ما كانش ليا مكان قوي يعني كان في جوال كتير في الدرجه الاولى اللي انقذني شويه ان انا في وقتها كنت بلعب منتخبات كتير بقى رحت منتخب مصر تحت الشباب فادتك ثقه كبيره جدا فادتني الثقه وادتني ان انا بقيت انا متربي في المنتخبات يعني فاهم انت عارف ان انا يعني مش عايز اخد كلام من عمرو ان انا لعبت منتخب اول معايا قبل ما العب في نادي الزمالك اصلا في البطوله العربيه عمرو اتظلم برده كجول لحتى بعد ما رجع ان هو كمان ما كملش في النادي. كابتن عمرو كنا بنتكلم عن نادي الزمالك وانا عارف ان الموضوع يعني ممكن يكون محرج بالنسبه لك لكن فرصه كويسه ان انت موجود معانا وانت مقل من الظهور الاعلامي فعايز اتكلم معاك بصراحه. اتفضل يا كابتن ميت اتفضل. هل انت شايف ان من البدايه ان في غلط كبير ان يبقى في ثلاث اجوان في فريق كوره الثلاثه ممكن يبقوا نمره واحد؟ طيب انا هقول لحضرتك حاجه كابتن ميدو. هي كانت اختيار الحراس في وقتها كانت ليه ظروف محدده ومعينه كان دخلت فيها عناصر كتير وان الثلاثه كان جم لان كان جنش كان عنده الاكيلس فكان بعيد فتره كابتن محمد عواد كان الناس بيكلموه راح الظروف بتاعته تعطلت شويه لاخر وقت في القيد راح جابوا كابتن محمد ابو جبل فبالتالي اول لما جابوا كابتن محمد ابو جبل سبحان الله كابتن محمد عواد الموضوع بتاعه مشي فاوريدي بقى في محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد ابو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش. يعني هي كانت الظروف هي اللي كانت مسيطره على الموضوع لكن هو ما كانش تخطيط بشكل ان احنا هنجيب الثلاثه دول. الظروف يعني هي اللي خلت الثلاثه موجودين. انا على فكره انا ما كنتش جيت ساعتها نادي الزمالك. لا ما انا عارف. طب انا عارف كويس. انا عرفته يعني. طب انا عارف كويس جدا ان كان في محاولات يعني
قويه جدا من مسؤولي نادي الزمالك في بدايه الموسم في محاوله خروج عواد على سبيل الاعاره. ايه صحه الكلام ده؟ بص، هو هقول لك حضرتك حاجه، هو كان فعلا جاء عواد جاب اعاره لسياده المستشار مرتضى، بس كان العائد المادي مش قوي بالنسبه للنادي ولا للعواد؟ لنادي الزمالك، لا لنادي الزمالك. كان هيطلع اعاره بس تقريبا يكاد يكون من غير فلوس، فسياده المستشار رفض. يعني كان الكلام ده ايام مستر كارتيرون، يعني تقريبا السنه اللي فاتت. وكانت الاجوان كلها جاهزه موجوده. كان لا، بس انا شايفك يعني طبعا، يعني انا شايفك يا كابتن عمرو ان كان لازم، ان حتى لو بدون مقابل كان لازم عواد يخرج، لان اول حاجه عواد، ما اعرفش انت رايك يا كابتن نادر، يعني اشترك معانا في الحديث. اول حاجه، لان انا راجل النهارده، الراجل ده بخروج عواد، اول حاجه انا وفرت 16 مليون جنيه على خزينه النادي المقابل المادي اللي هو بيتقاضاه. نمره اتنين يا كابتن، ان انا حليت مشكله كبيره جدا في الاوضه، يعني كل انا في الفلوس مش كل حاجه. وهو ده اللي احنا بنقوله يا كابتن عمرو في ايه؟ وهي مشكله دلوقتي اداره الزمالك الحاليه في ايه؟ ان هو عدم الاخذ راي الناس بتاعت الكوره. يعني النهارده في ناس بتاعت كوره، انا المفروض اجيب عمرو عبد السلام، تعالى انت راجل مثلا لو هو موجود وقتها، تعالى ايه رايك يا عمرو؟ الراجل المدرب ايه رايك نعمل ايه؟ هل الافضل ان احنا نعمل كذا؟ اجيب مدير الكوره اقول له، انما طب وليه؟ طب انا اقول لك، اقترح حاجه ثانيه. فرضا ان عواد المقابل المادي اللي هو اتفق عليه وحقه قد كده، ماشي؟ والنادي اللي هيروح له مش هيقدر يوفي المقابل المادي بتاعه. طب ليه لا؟ انا ممكن الزمالك يتحمل جزء معايا، والنادي الثاني يتحمل الجزء الثاني. فهمت كلامي؟ الزمالك يتحمل جزء من مين؟ من السالري، من المرتب. لا الزمالك لا، اسكان هو بيقول لك بس هيوفر يا ميدو. ايوه ماشي، بس كان هو بيقول لك ان هو مش النادي مش موافق عشان المقابل بتاع الاعاره زيرو. لا ماشي، طب انت ممكن مقابل، سوري يا عمرو، ممكن لو مقابل الاعاره زيرو، اوكي، انت ممكن تحل مشكله ان انت تمد سنه، يعني اكنك انت بتمد سنه في العقد بتاعه معاه، وبتدي له السنه دي فري اتليست، حتى ان هو يلعب ويظهر ويبقى شكله كويس، ولو انت عايز تبيعه بعدين تبيعه. طيب هل يا كابتن عمرو، معلش سؤال تاني مهم، هل استمرار عواد ووجود الثلاث اجوان دول في 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 في, في القايمه اللي دخل النادي الزمالك دخل بيها الموسم، هل صعب من مهمتك كمدرب حراس مرمى؟ هقول لحضرتك حاجه، والله الكلام ده يمكن ناس كتير يشهدوا جوه النادي اللي حصل. السنه ونص اللي فاتوا اللي انا اتشرفت فيها ومررت في نادي الزمالك، كان الثلاث حراس على اعلى مستوى من الالتزام والانضباط. انت حضرتك طبعا مش هتتصور اللي انا بقوله لك ده، كان التزام وانضباط غير طبيعي. وبيلتزموا باللي انا بقوله لهم في الماتشات، فما كانش في مشكله عندي في التدريب. بس انا كابتن عمرو، معلش انا اسف اقطع كلامك. اتفضل. انا الالتزام والانضباط بالنسبه لي، وطبعا دول كلهم اخواتي الصغيرين وكلهم دربتهم، كلهم جنش على فكره لعبت معاه. طبعا. ويعني الحمد لله انا كنت لعبت دور كبير جدا في ان انا جبته نادي الزمالك. وانا بلعب وكنت مدربه، وابو جبل كنت مدربه، انا اول واحد لعبت ابو جبل في نادي الزمالك، لعبته على عبد الواحد السيد في عزه في بطوله كاس مصر اللي احنا خدناها، ولعب البطوله كلها، وجنش شاف في اخر البطوله، في اول البطوله جنش لعب. كابتن، ما ينفعش مع احترامي جول كيبر يطلع في التلفزيون قبل ماتش بيوم، يطلع في التلفزيون ويقول ان الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي هو افضل حارس مرمى في مصر والنمره واحد باي فار. ده انا بالنسبه لي، ما هو ده عدم التزام. يعني ما هو الالتزام ماشي، انا ملتزم في مواعيدي، ملتزم في تدريبي، ملتزم في كل حاجه، لكن لازم برضو النهارده ازاي، يعني هل انت شايف ان ده ينفع؟ طب ايه اللي كان ممكن تعمله؟ في ايه؟ لو يعني لو حد من اللعيبه بتاعتك عمل كده. لا مش بتكلم على عمرو. لا مش قصدي على عمرو، انا قصدي عليك انت. لو انت ككوتش يعني حصل، كان انت بتقول ده بالنسبه لي عدم التزام. يعني كان مثلا لازم يعاقب مثلا؟ طبعا. استبعاد طبعا. استبعاد نهائي. استبعاد وبعيد. وحتى لو كابتن، انا اقول لك حاجه. انا واول مره اقول القصه دي، انا لما مسكت النادي الاسماعيلي كان عندي اثنين جول كيبرز كبار. كان عندي صبحي راجل ليجند في النادي الاسماعيلي وخد الدوري معاهم، وعندي عواد، والاثنين كانوا موجودين. قلت لهم في بدايه فتره الاعداد، انتوا الاثنين موتوا بعض، مش هقول لكم مين الجول نمره واحد، انا ما بعملش روتيشن. الجول نمره واحد بالنسبه لي، عندي فيه جول نمره واحد وجول نمره اثنين، الى ان يا اما يثبت او العكس. العكس، الى ان يحصل حاجه ثانيه مختلفه. فجيت اول ماتش في الدوري، الاثنين موتوا بعض ولعبوا نفس عدد الدقائق بالظبط في الماتشات الوديه. عملت 9 ماتشات وديه، ده لعب 4.5 وده لعب 4.5، لا ده لعب 3.5 3.5، كان عندي حارس ثالث مجدي لعب مباراه تقريبا. فجيت في محاضره مباراه الانتاج الحربي في بدايه الدوري، محاضره الانتاج الحربي في بدايه الدوري، قعدت قبلها بساعه مع سعفان،
سعفان قول لي ايه القصه؟ قال لي عواد نمره واحد. عواد بالنسبه لي نمره واحد. دخلت رفعت التشيت بتاعت التشكيل، عواد هو الجون اللي بيلعب. وصبحي جامد في اسماعيليه. خلي بالك انا مش بكلمك بقى على نادي الزمالك وبتاع، بكلمك انا في اسماعيليه. وصبحي جامد قوي في اسماعيليه. صبحي جالي قال لي اميدو انا لو انا مش هبدا انا مش عايز اقعد احتياطي. في الاوضه واحنا قاعدين. قلت له اطلع بره. قدام اللعيبه كلها اطلع بره. خلاص قصتك بالنسبه لي انتهت. خصم 200,000 جنيه. خصم 200,000 جنيه. رحت تاني يوم خليت المدير الاداري يسجلها في اتحاد الكره عشان محدش يعرف يشيلها منه تاني. حتى لو انا مشيت. شلت شرط القياده منه مع تدريب اسبوع مع السكن تيم. مفيش هزار يا انا النهارده دي فرقه كوره في سيستم. انما انا النهارده معلش مع احترامي قبل الماتش بيوم جول كيبر يطلع في التلفزيون يتكلم على الناس زمايله ويطلع يقول لك انا وبتاع وانا مظلوم وبتاع بالماتش 24 ساعه ويطلع يقول ان الجول ان احسن جول في مصر باي فار حارس النادي الاهلي. لا انا بالنسبه لي حتى لو ده حقيقه ما ينفعش نقول كده. ايوه فاهم. رايك ايه يا كابتن عمرو؟ بس ده رايك، هل عمرو هو اللي يعمل القرار ده ولا باتشيكو هو اللي كان المفروض ياخد القرار ولا مدير الكوره؟ طبعا مدير الكوره ومشرف اعمال الكوره. لا باتشيكو ولا عمرو مدير الكوره. ما هو ده الكلام اللي انت بتقوله ان عمرو عبد السلام ظلم في المشاكل في المشاكل اللي حصلت. بالظبط. ايه رايك يا كابتن عمرو؟ بص يا كابتن والله حضرتك حاجه، انا بطبيعه شغلي اللي انا تعامل المباشر مع الحراس المرمى. حضرتك معايا؟ انا دوري اللي انا اجهزهم بدنيا ونفسيا بشكل هايل. ولما المدير الفني بيسالني رايي بقول له 1 2 3. او لو هو ما بيسالنيش ما بتبرعش بقول له، يعني ما بتبرعش اقول له فلان. حضرتك فاهم قصدي؟ ده انا طبعي يعني. لان ما بيسالني ايه رايك يا عمرو فلان ولا فلان، بقول له فلان بناء على كذا وكذا وكذا وكذا. ماشي؟ الوضع اللي حصل الفتره اللي فاتت يا كابتن، انا في رايي الشخصي يا كابتن ميدو انه كان موجه بشكل مباشر لعامل نوع من البلبله في حراس المرمى. يعني انا في الشهرين اللي فاتوا يا كابتن كنت باخد بالي من حاجات غريبه بتتعمل في السوشيال ميديا او في الجرايد او في الطرف. ما الحراس هم اللي عملوها يا كابتن عمرو. ما انا مع حضرتك. هم اللي خلقوا المشكله. انا مع حضرتك كابتن. لكن كان ممكن الموضوع يا كابتن يتاخد بشكل افضل من كده. لان للاسف الشديد السوشيال ميديا دخلت فيها. اججته وولعته بزياده عن اللزوم. لان هو الوضع اللي حصل يا كابتن تقريبا خد يومين وانتهى. قعدنا مع دينش وقعدنا مع ابو جبل والموضوع انتهى خالص. ما بقاش في مشكله خالص يا كابتن. تمام حضرتك معايا. المشكله بقى ان اتفضل يا كابتن. لا لا بسمع حضرتك حضرتك. لكن المشكله بقى ان السوشيال ميديا بقت تدوس عليها. لا في مشاكل. ما هو انت يا كابتن انا بقيت اروح التمرين يا كابتن. كابتن انا اديت عدوي السكينه بقول له خدها. طب ما هيديني ما فيهاش يعني. صح ولا لا يا كابتن؟ لا انا مع حضرتك في ده يا كابتن. انا مع حضرتك 100% في الكلام اللي حضرتك قلته. طب هل حضرتك شايف ان 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 ان, إن باتشيكو، مش عايز احطك في امر محرج يعني، ولكن هل انت شايف ان باتشيكو اخطا في استبعاد ابو جبل من التشكيل الاساسي ولا هو كان قرارك ولا انت شايف كان ايه اللي المفروض يتعمل؟ تأني في الماتش بتاع السنغال يا كابتن؟ ان هو ابو جبل غلط في الدوري، مش عارف مش فاكر الماتش ايه. لا ما غلطش يعني، ما غلطش قوي. في ماتش الاسماعيلي. هل انت شايف ان الحارس الاساسي لما يغلط الراجل اللي شايلك فتره طويله يستبعد؟ ما هو ده برضه بيخلي الراجل اللي داخل يقف يا كابتن نادر مهزوز. يعني بيبقى مهزوز خايف ان هو لو غلط بره. بص يا كابتن، اللي حصل بالظبط يا كابتن في موضوع ماتش السنغال ان في التمرين الاساسيه اللي احنا في السنغال مستر باتشيكو لقيته جالي هو وكان اللي جمع الثلاثه ساعتها بنتمرن احنا ساعتها، فجالي فقال لي انا شايف ان جيمي مش بيتمرن كويس قوي، فايه رايك نديله ماتش بكره؟ بنفس اللفظ ده كده يا كابتن. انا عندي وجهه نظر في الموضوع ده يا كابتن. المدير الفني قال لي هديله ماتش بكره، لو انا قلت له لا او هو كده كده واخد قرار. بالظبط كده طبعا. فقلت له انا معاك ان الراجل بيتمرن كويس اوكي انتهى الموضوع، ما فيش مشكله خلاص انا معاك ومساندك وخلاص. راح بالليل طبيعي. يعني تصرفك طبيعي. يعني حتى كان الاجوان شافوه وهو جاي لي بيتكلم، فعرفوا ان هو بيقول لي حاجه. فبالليل قبل المحاضره قعدت انا ومستر باتشيكو وجنش. الراجل قال له انت بتتمرن كويس قوي، انا هنديك الثقه واحنا متحملين المسؤوليه وتوكل على الله العب الماتش. انا رحت كلمت ابو جبل، انا اللي كلمته بقى ثاني يوم اللي قبل الماتش الصبح. قلت له يا جبل، كان معايا اسلام جابر ساعتها،
فقلت له يا جبل احنا شايفين ان اللي انت تريح الماتش ده. فجبل طبعا اتضايق شويه طبعا. فقلنا له احنا والله الراجل وجهه نظره ان نخف الضغط اللي عليك اللي هم الاسبوعين اللي فاتوا دول. يعني ده برضو يعني اساس انت الراجل بيتمرن كويس جنش فياخد وانت شغال كويس في اي وقت هنلاقيك يعني في اي وقت هنحتاجك هنلاقيك. بس هو ده اللي حصل في ماتش بدايه ماتش السنغال والله بالظبط. يعني كابتن عمرو هل انت شايف ان باتشيكو ظلم داخل نادي الزمالك؟ هو بص هو في التوقيت المشاهير كان صعب شويه كابتن. توقيت ظلم في التوقيت ولا هو كان لازم ان هو يكمل بغض النظر عن اي شيء؟ كان لازم ياخد الفتره بعد ماتش الترجي وماتش المولوديه. ده انا رايي وجهه نظري. يعني لو حصل حاجه بقى بعد كده كان ممكن يبقى في كلام. لكن ان هو بعد ماتش سيراميكا راح الناس هو عارف ان هو ماشي والناس كلها كانوا عارف ماشي فدي كانت صعبه شويه عليه. هل الاخبار اللي خرجت بان كان في عدم انضباط داخل غرفه خلع الملابس داخل نادي الزمالك هل ده صحيح ولا كله افتراء؟ لا بالمره ما فيش حاجه الكلام ده خالص كابتن. مفيش اي حاجه من الكلام ده خالص. يعني الكلام اللي هو خرج ان فلان عمل وفلان عمل وان باتشيكو فقد السيطره على اوضه اللبس ده كلام ملوش اي اساس من الصحه؟ لا 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 طبعا يا كابتن بالمره. لا 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 خالص مفيش الكلام ده خالص يا كابتن. يعني انا شاهد على الموضوع ده يا كابتن. كابتن عمرو بشكرك بتمنى لك التوفيق. شكرا. يعني كان مهم جدا ان هو يخش معانا ان هو يوضح القصه. انا نسيت كنت بتكلم معاك وانا نسيت. انا كمان هات حاجه بتاني الموضوع تاني. الموضوع تاني. كان احساسك ايه ماتش شوتنج ستارز 120 الف في الملعب؟ انا كنت في الملعب. انا كنت ورا الجون بتاعكم انت اللي بيتشاط عليه ضربات الجزاء. عارف مين كان قاعد جنبي في المدرج؟ مين في الماتش ده؟ عبد الواحد السيد. لا يا راجل. انت بتفرق واحده ولا كان اكبر مني؟ لا عبد الواحد اكبر مني. عبد الواحد اولد دلوقتي في الملعب. لا كان المنتخب الاولمبي وانا كنت في منتخب الناشئين وكنا معسكرين في فندق متخطة وطنيه. ورحنا انا وعبد الواحد السيد وايمن عبد العزيز وصديق وبتاع. فانا رحت معاهم انا الوحيد الصغير كنت. انت كنت بالظبط. فرحت معاهم قعدنا اتفرجنا على الماتش. كان ايه احساسك والناس كلها بتقول يا رب؟ انا فاكر الناس كلها ماسكه المصحف. انا فاكر الايام دي كويس جدا. الناس كلها ماسكه المصحف وقلوب يعني في ايديك وانت كنت لسه نازل. صح. كل مصر بالك الماتش ده انا زعلت جدا لان انا لعبت الماتش اللي هناك في شوتنج ستارز. فكنت متضايق ان انت ما بداتش. كان ماتش وعملت ماتش كويس جدا. خسرنا 2-1 بس عملت كابتن جوهري كويس. صح؟ لا لا كان فيرنر. صح كابتن جوهري كان كوتوكو. كابتن جوهري كان كوتوكو 93. صح الله يرحمه. فجيت هو اختاره. كان علاقتنا كويسه قوي يعني انا وكابتن حسين يعني علاقه كويسه جدا. يعني هو راجل محترم وجميل جدا. قوي 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 قوي. مفيش ابدا يعني هو زعل او هو اتضايق. حتى لما نزعل او نتضايق ما فيش نفسنا يعني. كانت علاقه من احسن العلاقات على فكره. مدير كره شاطر قوي قوي يعني منظم. الاخبار اللي جات لي ان هو من احسن مديرين الكره اللي جم اشتغلوا. هو منظم. منظم جدا. هو منظم. وسابه وهو ماشي فايل محترم. لا فعلا هو اللي جاب. اقول لك حاجه لان احنا على تواصل مع بعض. كان في مشكله في اللبس. هو عمل اوردر لبس وجابه ودفعه على حسابه وما خدش فلوس اصلا. يعني هو راجل محترم قوي قوي بصراحه يعني. المهم خلص هو لعب الماتش وخلاص جود لك وعادي وبتاع. المهم جيت انا قبل الماتش ما يخلص فانا ما اعرفش والله مش تمني بس احساس ان احنا كنا كسبانين 2-0 لو فاكر الماتش ده مدحت وايمن منصور. فقلت لعصام قلت له يا كابتن بص. كان واقف جنبي قلت له بص. قال لي ايه؟ قلت له مش عارف بس انا حاسس احساس. انا نفسي اخش جول عشان انزل بالله. لا والله العظيم والله العظيم هو حظك. انا عارفك اقسم بالله. اسمع كلامي قول الحقيقه يا راجل تقلق جواك احياء امي والله العظيم ده اقول لك كده. المهم قلت له ايه؟ طب بص يا كابتن بص انا ايه انا هدخل يعني انا داخل جوه. انا كنت داخل جوه صاله المغرب اصلا فاهم. فنادوا لك انا فاكر وكان في مشكله في الجوانتي. ايوه يعني. وبعدين قال ايه الحارس اسود الجول جه وانا جوه وبعد ما لسه البس بقى شراب وطالع وكده. يا نهار اسود نادر فين نادر فين نادر فين وانا كنت جوه. كنت عارف ان هو لو رحت ضربات جزاء ان انت هتنزل. يعني بالظبط. كنت هلعب بس يعني. كويس ان كانوا شايلين تغييره. ايوه بالظبط هم شايلين تغييره للحظه دي. طب يعني. انت شايف ان الكلام ده صح؟ ان انت اصل خلي بالك يعني مثلا ايه؟ اقول لك حاجه حصلت. قول فان خال في كاس عالم 2014 في البرازيل كان هو مدرب منتخب هولندا. وكانوا يا جماعه قولوا لي كانت هولندا بتلعب مين الماتش اللي خرجوا فيه؟ كانوا فرقه كبيره 2014 هولندا خرجت من مين؟ حد معايا مفوق. فان خال راح فان خال عمل ايه؟ اخر دقيقه راح مطلع سيليسن. كان ساعتها هو جون اياكس اللي هو كان راح بقى كده برشلونه ودلوقتي راح بقى فالنسيا. فاكروا سيليسن؟ ايوه راح مطلعه اخر دقيقه ومنزل تيم كرول. تمام. تيم كرول الجون بتاع نيوكاسل عارفه ولا لا؟ كان هولندا والارجنتين ضربات جزاء.
ونزل تيم كرول ما صدش حاجه وفنخل اتقطع. تمام. قال لك ان ده قرار يعني انت ليه اللي يخليك تغير جول؟ انت شايف ان القصه دي الزمن اتغير ولا لا؟ على حسب الجول، خد بالك على حسب الجول، امكانيات الجول نفسه. ما هو كرول ده، ما هو كرول ده من احسن الاجوال اللي بتصد ضربات جزاء في البريمير ليج. يعني على حسب الجول، فاهم كلامي؟ لا في حاجه ثانيه، اولا انت بتنزل يعني بتنزل جول فايق جدا ومركز ومش مرهق ذهنيا ويدخل وكمان بتدي مسج للفريق الثاني ان اللي جاي ده جامد يعني، فهيدي برضو قلق يعني توتر بالنسبه للعيبه، نهار اسود ده اللي داخل ده احسن من اللي فات وبتاع مش عارف ايه، فيها برضو ايه تفكير وقلق شويه. بس هو لازم يكون داخل ويدخل في الجيم بسرعه يعني يعني مركز قوي وداخل في الجيم لا بسرعة. انا قصدي هل انت شايف ان ده بتبقى يعني زي ما بقولك ان فنخال تم انتقاده بشكل كبير؟ لا لا قرار سليم عادي تحصل عادي ان انت تشيل تغيير وان انت تبقى عارف ان الجول كيبر ده بتاعك جامد في ضربات جزاء. بتحصل، انا معاك، بتحصل انا معاك عادي. انا حصلت معايا في ماتش صفاقس التونسي قبل نهائي افريقيا ودخلت وصديت ضربه جزاء، وحصلت في شوتينج ستارز، حصلت في كوتوكو معايا يعني. لا لا بتحصل يعني، شايف ان القرار مظبوط. طب انت شايف دلوقتي في مركز حراسة المرمى، عايز اسالك عن نقطة مهمة جدا، وانت راجل يعني عندك موقف مشابه ممكن تتعرض لنفس الموقف في المستقبل. دلوقتي الناس كلها بتنتقد الكبتشاوي غريب ان هو ضم مصطفى شوبير كحارس رقم 5 في قائمة المنتخب الاولمبي. وانا شايف ان مصطفى شوبير ده لو ما كانش ابن شوبير ما كانش هيبقى في اي لغط على الموضوع. هل انت شايف ان ابناء اللعيبه الكبار، اللعيبه النجوم واللعيبه الكبار بيتعرضوا للظلم وبيدفعوا فواتير اولياء امورهم؟ انا رايي الشخصي يعني مع احترامي الكامل احترم الناس كلها، بس انا شايف ان ده كلام سطحي لا يستحق الرد، لان في الاخر الكوره ما فيش مجامله خالص يعني. يعني ابن لاعب كوره، ابن نجم سابق، ابن كذا ابن كذا. وبعدين او احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، انا شايف يعني عشان ما اخرجش بره موضوع مصطفى شوبير، احنا بنتكلم كلنا بنتكلم، ومحدش سال كابتن شوقي مبرراته ايه او اسبابه ايه. ممكن يكون سالوه النهارده رد في المؤتمر الصحفي، قال ايه بقى؟ قال ان ده معسكر ما فيهوش مباريات وطبيعي ان انا اشوف الناس كلها بالزبط. وقبل كده كنت ضامن 6 حراس في معسكر واحد بالزبط. محدش اتكلم، وان انا راجل النهارده هو رد الرد اللي هو اصلا المفروض محدش يتكلم عليه او يتكلم فيه. وبعدين هو ليه دايما يعني عشان هو مصطفى شوبير فيقول لك ده هو مجامله؟ ما مصطفى شوبير يعني ما هو في النادي الاهلي على فكره، هو الحارس رقم 3 في النادي الاهلي يعني، مش نادي صغير، مش نادي بعيد، مش يعني فاهم كلامي. واوريدي هو ابن النادي الاهلي يعني، متربي على الكيان الكبير، وارد جدا ان هو يكون ضمه عشان يديله فرصه اكتر، ياخد ثقه، يكتسب خبرات وقدرات ويعيش الاجواء. هو مش هيبقى حارس رقم 1 ولا 2 ولا 3، بس ليه لا؟ ان انا ممكن اعده للمستقبل، ان هو ممكن. هل عندك هل عندك تخوف ان ابنك يدفع فواتيرك داخل نادي الزمالك؟ خالص، لا خالص خالص. اولا يعني انا قلت لك قبل كده ان يعني هو الحمد لله احمد ربنا يوفقه، وما شاء الله صفاته الشخصيه مساعده جدا. انا بسنده كاب على فكره، وقليل قوي كجون يعني. يعني حتى كلامي مع احمد ما بنتكلمش كتير قوي، بس انا بدي له المعلومه واسيبه اروح اتفرج على الماتش زي اب يعني. وانا خدت كمان الحقيقه عهد على نفسي ان انا مش هظلم ابني يعني عارف انت زي ما بقول لك ايه، انصر اخاك ظالما او مظلوما يعني. لو ظالم بترد عن الظلم، ولو مظلوم بتنصره، فاهم؟ فانا مش هاجي اقول عشان انا نادر السيد لا لا ماليش دعوه، لا لا مش هتدخل، لا مش راح اتفرج على الماتشات، لا مش هتكلم معاه، لا مش لا 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 لا. لا هو دلوقتي خلي بالك ان هو وصل لسن ان انت لازم تروح تتفرج عادي. لا انا بتفرج عليه من هو عنده هو في النادي الزمالك من 12 سنه، فاهم؟ ما كانش كويس قوي، وبالعكس ده هو بدا مراحل شويه فاهم، بدا يثبت والحقيقه كمان يعني بمنتهى الامانه يعني الاجواء في نادي الزمالك تحفه بصراحه يعني ما شفتش اي نفسنه. في مسانده كبيره جدا مش لاحمد او غيره يعني، من اول كابتن غانم سلطان الحقيقه، ودي كلمه حق لازم تتقال لي. كابتن عادل مأمور نفس الموضوع، وكان من كابتن عادل ماسك ايه دلوقتي؟ كابتن عادل هو مدير فني بتاع الحراس قطاع الناشئين. قطاع الناشئين. فانا حتى قلت لاحمد، قلت له انا عايزك تستفيد من كابتن عادل شخصيه النادي يعني. عادل مأمور اسطوره يعني، من الاساطير الكبيره في نادي الزمالك. من حسن حظي ان انا كمان اتمرنت معاه وانا عارف كابتن عادل، فاهم؟ فقلت له
سيبك بقى من الحاجات الفنيه والتكنيك والخططي وكده، بس خد شخصيته، يعني خد شخصيه نادي الزمالك من عادل مامور. طب في الحديث عن اولادك، معانا اولادك. ها زوم. ايه يا شباب، مين معايا؟ ايوه طلعتهم هم. اهلا 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 بجودي وتمارا. جودي الكبيره. جودي جودي الكبيره وتمارا الصغيره. ازيكم يا بنات؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ بس انتوا الاثنين انت شبه بعض ولا لا؟ شبه بعض والله، ربنا يخليهم لك والله. شبه بعض بس الالوان شويه مختلفه يعني. خد بالك احنا بندي بيكس كده. جودي انا فاكرها من وهي صغيره بلوند اكتر. جودي بلوندايه وتمارا حاجه كده. بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعت بابا وهو صغير وهو بيلعب وكده، بتتفرجوا عليها ولا 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 ما بتتفرجوش عليها؟ لا ما بتفرج عليها طول الوقت اصلا، وصور وكل حاجه. حتى انا لسه شايفها من كام يوم الصور اللي هي انا وبابي حضرتك وانا صغيره خالص وانت كنت شايلني. شفتي بقى يعني. انت فاكر صوره كنا صورناها في 2004؟ جودي كان عندها سنتين او ثلاث سنين قبل ما نروح تونس في بطوله افريقيا. كنا في نوفيتال. صح فاكر انت دي؟ صح يا جوجا، هي دي. هي دي. طب انتوا بقى قولوا لي، بتشجعوا احمد ازاي دلوقتي؟ يعني احمد دلوقتي ما شاء الله ابتدى مره مع فيرست تيم، وابتدى يخش بقى في الاجواء بتاعه، بينزل فيديوز، وبتشجعوه ازاي؟ تمارا هي اللي داخله اكتر شويه من جودي. تمارا هي الكرويه، تمارا هي الايجنت، هي الايجنت بتاعها. هي تمارا، هي تمارا بتلعب باسكت بول يا جماعه. لا وجودي خد بالك بتلعب باسكت كانت برضه، بس هي بعد ما راحت سافرت الجامعه. جودي كانت بتلعب في الصيد ولعب في الجزيره، كانت لعيبه كويسه جدا باسكت. وتمارا بقى هي نجمه الباسكت دلوقتي. بتشجع احمد ازاي؟ تمارا اكتر يعني في الكوره مع احمد كده، تروح ماتشات وكده. انا يعني هو بسبورت بس من البيت يعني. يعني تمارا بتروح الماتشات كمان معاه؟ يعني على ابيض. تمارا بص كعب داير معايا، يعني انا بروح اتفرج على الماتشات احمد مثلا في اسكندريه. قولي يا تمارا، قولي يا حبيبتي. قولي كلمي. لازم كل ماتش بروح، حتى قبل كده بوبي كان مسافر مش فاكره فين، بس رحت مع يعني مع السواق وكده، رحت لغايه اسكندريه عشان اتفرج على احمد. وتبعت لي فيديوهات بقى تقول لي عمل كده عمل كده عمل كده. تمارا ماسكه يعني الاداره بتاعت احمد كلها. بس برافو عليك والله. بس خد بالك تمارا كمان زملكاويه قوي يعني. هي جودي بتسبورت وكده، بس تمارا. بس جودي زملكاويه برضه اكيد. جودي زملكاويه. بس زملكاويه على السوشيال ميديا. تمارا قولي لي، بما انك يعني زملكاويه ومتابعه الزمالك كويس، انت لما بتشوفي الجول كيبرز في نادي الزمالك مثلا، بتحسي ان احمد عنده جود شانس ان هو ممكن ان هو يبقى زيهم ويلعب؟ بالعكس، انا شايفه ان احمد كمان يعني يوم يعني كل ما بيروح يوم كل ما بيكون ليه شانس اكتر اصلا انه يلعب، وبحس ان هو كوميتد قوي يعني للي عايزه، وعلى طول يعني تشالنجد ان هو عنده تشالنج انه يلعب اكتر وكده، فهو مش حاسه ان فيها مشكله كده كده. غير يعني غير الموهبه اللي عنده، هو برده ملتزم قوي في حياته عموما. يعني اللي هو يعني عايش اللي هو النوم بدري والاكل، هو مش بس بيلعب عشان اللي هو ان هو يكون مشهور وكده، بيلعب عشان يعني يبقى لعيب بجد يعني مجتهد يعني. ساعات لما بيرجع البيت مثلا بيبقى دخل في جول بتاع، بيبقى زعلان، بتقعدوا معاه تتكلموا؟ لا احمد لو لعب ماتش وحش قوي لا ما حدش يكلمه، زي بابي زمان يعني. بالظبط. شفت بابي زمان ايه؟ شفت حاجه كان لسه بيبي. هي على حسب ما بتقدر تحكي لها. بابي اللي كان يخش في جول ولا في دماغه. تمارا وجودي نورتوني في البرنامج، وان شاء الله اشوفكم على خير قريب ان شاء الله. ستي سيف، تيك كير اوف يور سيلف. عجزوك ولا ايه؟ لا يا عم، ليه يا عم؟ عادي يعني، ما احنا كل وقت ليه حلاوته. لا جودي هي جودي دلوقتي في الجامعه، عندها 20 سنه. الشهر الجاي هتبقى 20 سنه. بره مصر؟ في امستردام. بلدها في امستردام. بس هي كانت بتلعب باسكت، وكانت لعبه كويسه. تمارا لعبه كويسه قوي باسكت، لعبه كويسه جدا. بشوف انا فيديوهات بتنزلها. وبعدين عندها كمان طموح بقى ان هي عايزه يعني تروح لابعد من كده، يعني مش بس مجرد بس نادي الصيد وتلعب طبعا فرقه كويسه، انما عايزه تروح لابعد من كده بقى، تسافر وتحترف وبتاع. فاحنا بنسبورت يعني. انت شايف يعني لو جالها فرصه في موضوع البنات في الباسكت بول، في
بالعكس انا بعمل لها دلوقتي الماتشات بعمل لها فيديوز وبتاع هايلايتس وبعد جو بقى بكلم يوسف في يوسف متبنيها محمد يوسف يعني انا نصيحتي يعني بعيد عن جو بصراحه ايه ده نصيحتي بعيد عن جو جه معايا تعالى هنا كان ده جو ده جميل جميل والله من احسن الناس عرفتها في حياتي ده احنا انت عارف احنا مع بعض يا نهار ابيض لا انا مش عايز اتكلم في اسرار بس انا جو ده حبيبي يعني. جو يا جماعه ومحمد يوسف هو المعلق اللي هو اللي كان طبعا كان بيبقى ضيفي في اوضه اللبس وربنا كرمه دلوقتي وراح قن لا وايجنت كبير دلوقتي كمان في الباسكتبول لا وكمان لا وكمان دلوقتي عمل بروجكت كويس جدا خد الفرنشايز بتاع الام بي اي في مصر وقال لي خلاص اي بروميس ان هو هياخد جودي معاك مدربه عايزه تبقى مدربه وقال لي سيب لي تماره بقى انا الايجنت بتاعها انا هوديها على الامريكي ان شاء الله ربنا يكرمها تعالوا نطلع فاصل الكلام يعني جاب بعضه وعدى وقت طويل طويل جدا لكن الكلام مع كابتن نادر كلام مهم جدا لان سهل ان انت تبقى لعيب كره كويس او سهل ان انت تبقى جول كيبر كويس او سهل ان انت تبقى عندك الموهبه لكن الصعب ان انت تثقل موهبتك بالثقافه وان انت تبقى راجل مثقف وعارف انت بتقول ايه تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل سهره نادر السيد في اوضه اللبس نادر السيد للنادي الاهلي موسم 2005 علشان يحقق مع الفريق 6 بطولات مختلفه بالرغم من مشاركاته القليله واللي بسببها رحل عن الفريق علشان ينضم بالنسبه لثقافه الناس بالنسبه للاعبين وبالنسبه للجمهور جينا النهارده نشهد معاك بحبنا حبك يا نادر عاش معانا في قلبنا جينا النهارده نشهد معاك بحبنا حبك يا نادر عاش معانا في قلبنا مشوار طويل مشيت فيه وانت شرفتنا انت النادر وانت السيد والليله غريبك هنعيد وقديمه بكتف ونقيد يا نادر يا سيد يا نادر يا سيد انت النادر وانت السيد والليله غريبك هنعيد وقديمه بكتف ونقيد يا نادر يا سيد يا نادر يا سيد اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس ومعانا الكابتن نادر السيد اللي هيخش معانا في الجيمز يلا وهو يعني بصراحه وهو بيلعب عشان اقول لكم بس كان بيعرف يلعب بايديه كويس جدا لكن في رجليه برجليه لا يا راجل حرام عليك والله كنت افتح والله مش خلاص. لا يعني. لا مش فاهم ها مش لعيب فاكر انت لما جبت الكوره ما في 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 ناميبيا لما جبت الكوره ما بين الاقماع وبعد كده جننت حسام حسن صح؟ لا انا غنيت له اللي لادي عيد نادر هو العميد ايوه لما جالي الاوضه اتخانق معايا لما جبت انا لا لما خبط على الباب قال لك افتح يلا فرحت انا مخبط لك على الباب ده قال لي تقول لي افتح حسام حسن انا فاكر بس كنت بلعب يعني معقول يعني وحطيتها في الماتش ده كان لازم نكسبه والله ماتش جننتني انت وقتها والله لا والله الماتش كان لازم نكسبه بتنام كنت تعبان جدا خد بالك انت كنت بتنام ما بنامش ما بتنامش ده اول حاجه يعني يا جماعه ميدو كان بيقعد معايا في الاوضه وميدو ما بينامش وممكن ينام الصبح دلوقتي. ينام بالليل ينام قبل التمرين يعني ما فيش لغايه دلوقتي ما بنامش انا هذا مفيش مواعيد يعني انا امبارح نايم 3 ساعات اول امبارح نايم 4 ساعات يعني هو بيلعب بنام يعني بنام افريج واشحن في النص نص ساعه كده عادي جدا يعني ممكن قبل المحاضره تنام نص ساعه بالليل بس انا لا يعني انا الساعه 10 اصحى مثلا الساعه على الفطار عادي يعني فاهم بس مره عمل فيها فصل ابن كابتن جوهري كنت بتمرن قعدت كده يومين كده بتمرن وحش فكابتن جوهري عين الله يرحمه قال لي مالك يا ابني في ايه انت مالك مش مركز ليه قلت له بصراحه كابتن قال لي قلت له كابتن نادر السيد بيقوم يصلي الفجر غصب عني كابتن جوهري كنت صغير عادي كابتن جوهري انا نادر ما تصحوش يصلي الفجر تاني قلت له انا بقول لك قلت له انا يا كابتن انا بصحيه انا ما بصحوش والله هو اصلا ما بينامش اصلا طب تعالى نلعب الجيمز بتاعتنا يلا انت عارف في الاسود سؤال صعب الاحمر نص نص فين في الابيض سهل الاخضر تسالني انت اي سؤال انت عايز تساله هسالك يلا نبدا عندك ثلاثة اسود على فكره انا جربتها لسه كله ابيض في البريك انا انت خلصت الفرص السهله بالظبط اقوى ثلاث حراس جم في تاريخ مصر اشيلك انت طبعا براها عشان ما بقاش في احراج بس نتكلم في الناس ليه اشيل براها ليه مش بقاش في احراج مش شغل نفسك بكل تواضع خلاص ماشي بكل تواضع خلاص عادي
يعني عادي جدا. ماشي. انا شايف مع حفظ اللقب يعني احمد شوبير، عصام الحضري، ونادر السيد كمستوى فني. مستوى فني وكانجازات مع المستوى فني، يعني بتكلم ميكس ما بين المستوى الفني وتحقيق يعني تاريخ مع المنتخب ليك بصمه. يعني كابتن شوبير كان جول الكيبر جامد، كابتن شوبير كان جول كويس. كان جول كويس معايا. في جوال كتير، عادل مأمور اسطوره من الاساطير صراحه. يعني اكرامي ستايل عالمي. ثابت البطل كان عنده شخصيه وعنده كاريزما في ال... يعني انا شايف ان بصراحة الى الى الان فاهم، ممكن يجي بعدينا. يعني انا كنت شايف مثلا احمد الشناوي مثلا جول عظيم، جول عظيم، امكانيات رهيبه فاهم. بس دلوقتي والله رجع يتمرن كويس، يعني عنده حته تركيز. يعني انا كنت شايف وكنت بقول للشناوي الكلام ده بكل يعني بكل قلب مفتوح، بقول له يا احمد انت ممكن تعدي كل تعديني وتعدي الحضري وتعدي كل الاجوال اللي جم من بعدك. طب اسالك سؤال يعني ورد عليا بصراحه، نقول هل الجول كيبر بتاع النادي الاهلي دايما بيبقى عنده 10% كده زياده ان هو يبقى الجول الاول في منتخب مصر، ولا 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 بتبقى متساويه؟ لا عنده، عنده صح. طبعا السبورت بتاع الميديا طبعا عنده. يعني عادل مأمور مثلا، سيب المثال مش هتكلم عليا انا، عادل مأمور كان عنده كان نفس الليفل بتاع اكرام ثابت البطل مثلا معايا، وكان عنده الحق، عنده الحق وعنده القدره وعنده الامكانيه ان هو يبقى. لما انا شفت بقى الماتشات القديمه وكده حاجات من دي، كنت انا يعني ربنا وفقني ان وكابتن جوهري كان موجود. كابتن جوهري يعني هو اكتر واحد ساعدني بصراحه يعني فاهم، لان الـ 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 الموضوع ده اتكسر في التسعينات. يعني كان قبل كده انت عارف الاجوال بتاعت الاهلي كانت هي اللي بتلعب، بعد انا بدات بقى في العب في 92. الجول الاهلي تاريخيا كله كان الاهلي بيلعبوا، احسب التاريخ كده اكتر الاوقات. يعني الستينات كان مين بيلعب؟ الستينات عادل هيكل. بس الستينات على فكره الزمالك ما كانش عنده جول مصري، كان سمير محمد علي، وكان وقبليها كان الدو. الدو كان شاهين، كابتن شاهين كابتن شاهين انما كان الستينات عادل هيكل، السبعينات اكرامي وثابت البطل وكده، الثمانينات اخر بس طارق عبد العليم لعب شويه صح ولا لا؟ مش ما لعبش خالص؟ يعني كله لعب، ايمن طاهر لعب، بس اللي بيلعب فتره بقى اللي هو ايه يعني ايه 10 سنين 12 سنه فاهم. فانا شايف ان عادل مأمون مثلا اتظلم في, في 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 منتخب مصر. كابتن جوهري ساعدني ان انا اكسر الحته دي. طبعا اجتهدت واشتغلت واتمرنت وموتت نفسي واتربيت في المنتخبات، اللي فرق معايا ان انا اتربيت في المنتخبات فاهم، منتخب الشباب خدت الشخصيه. شايف ان ده ضروري يعني جدا. طب تعالى نستعرض مسيره كابتن نادر السيد. يعني طبعا مسيره كبيره جدا. فين انتوا بترقصوني ولا ايه يا جماعه؟ جيبوها لي هنا. طيب يعني طبعا دي مسيره كابتن نادر السيد مع الانديه، طبعا فتره كبيره جدا في التسعينات مع الزمالك، وانجازات كبيره جدا الدوري المصري وبطوله افريقيا. هنشوف الانجازات بعد كده. رابط احتراف من 98 ل 2002 في كلوب بروج في بلجيكا، ثم بعد كده جه جولدي، وبعد كده اليونان، وبعد كده الاتحاد السكندري، تجربه مع الاتحاد السكندري، وثم بعد كده تجربه مع المصري. وعلى فكره يا جماعه عايز اقول لكم ان الاوقات دي مثلا ايه، مثلا ايه انتوا بتقولوا المصري، طبعا المصري طول عمره فرقه كبيره، لكن انت بتتكلم ان المصري في الوقت ده بقى كان عماره ونادر السيد وحسام وابراهيم وهيثم فاروق. هيثم فاروق ولا لا؟ لا، حسام حسن، كمونه، كمونه، ابراهيم حسن، خالد بيبو. بيبو جه بعدي، بعد انا ما مشيت. يعني كان في لعيبه، هاني سعيد وفضل. هاني سعيد يعني كان فرقه كبيره جدا، ثم بعد كده انتقال للاهلي. هل ندمان على الخطوه دي بتاعت الاهلي؟ مش ندمان ولا حاجه، اتكلمت فيها كتير الحقيقه. احنا بنفضل نقول كلام نزايد بيه على بعض، ونقول ان منتخب مصر اهم حاجه في الدنيا، ومنتخب مصر هو لا صوته يعلى وانا عملت كده مع احترامي الكامل للاهلي، يعني عشان منتخب مصر. انا كنت في مصر وقتها، وكان عندي 2006، كنت عايز ابطل كوره بعد 2006 العبها وابطل. فجالي الاهلي معايا. يعني طب هل بعد ما رحت والسيناريو ده حصل، هل حسيت ان تم استخدامك؟ لا انت لا. قلتها قبل كده. لا انا قلت انا لا يعني انا بقول لك انت احساسك. لان هو خلي هو جوزيه قالها. وبعدين هو عصام جول كويس وانا جول كويس طبعا معايا. طب يعني ما يكون عندك عصام الحضري ونادر السيد، لازم الاثنين يلعبوا. من الظلم ان الحضري يقعد، ومن الظلم ان نادر يقعد فاهم، لازم نلعب. طب انا اسالك سؤال قول تاني. ال 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 بكلمك كوره بقى قول. تمام، لما انت رحت الاهلي
كنت رايح بـ 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 بالاحساس ان انت تبقى نمره واحد طبعا. لان انت جاي ان انت تبقى نمره واحد طبعا. طبعا. هل لما عصام نزل نقله انت كمان نزلت نقله ولا انت لا لا بص انا لما عصام انت كمان عضيت احنا اشتغلنا مع بعض انا كجول بتمرن كويس قوي بس التمرين تمرين والماتش ماتش يعني فاهم يعني بس انا بتاع ماتشات انا بلعب ماتشات فاهم كلامي يعني مش يعني عصام شد وانا شادد بس انت في الاخر بتحكم على اللعيب امتى بتحكم على اللعيب في الماتش يعني لما ما خدش فرصتك خالص 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 فبالتالي التجربه بتاعت الاهلي وقتها واتكلمت فيها كتير هي ما هي ما فيش تجربه انا يعني. انا مش عايز اعيد انا مش عايز مش عايز اعيد كلام لا. بس انا كلامك بقى في كلام ما اتكلمتوش قبل كده انت حاسس ايه التويست اللي حصل يعني ايه ايه يعني انت النهارده انا جايب نادر السيد ان هو جول نمره واحد وبتاع اوكي عصام اتمرن جامد وعض وكل حاجه وبتاع اكيد في تويست حصل يعني اكيد ما النهارده انا راجل لا مش تويست حصل الواضح ان كانت بلان اعتقد اعتقد كان بلان يعني اصل ايه يعني ايه يعني ان انا ما العبش ولا ماتش يعني يعني ايه يعني فاهم كان بلان من الاول ما يعني ايه يعني يعني فهمني يعني يعني ايه ولا ماتش يعني افضل من 2000 من شهر 6 اخر ماتش لعبناه مع بعض في كوت ديفوار الماتش بتاع تصفيات كاس العالم وبعد كده افضل لغايه شهر 12 في كاس العالم الانديه العب ماتش عشان خاطر اوريدي خلاص الموضوع يعني في بس اقول لك حاجه اقول لك تفسير انا قول تمام لان انت عارف ان انا دربت طبعا طبعا انا في جول كيبرز بالذات ما سلمهمش لابتي يعني انا اعتقد ان ده كان تفكير جوزيه ان انا مش موضوع ان هو بلان بس في شخصيات معينه ما سلمهاش رقبتي ما بقاش هو لوحده ابدا تمام تفهمني فانا لازم يبقى في جون تاني جامد قوي حلو تمام وبعد كده اخد قرار مين اللي يلعب مش تمام. مشكله تمام يعني انا ده تفسيري يعني انت فاهم قصدي ولا معاك معاك يعني معاك. انا في رايي ان هو بعد عده مواقف بعد عده مواقف اكتشف ان عصام الحضري مش الجول كيبر والشخصيه اللي انا سلمه رقبتي تمام. ان هو يبقى لوحده والجابس ما بينه وما بين التاني والتالت او ايا كان كبيره تمام هو اكتشف كده تمام فاهمني قصدي ولا لا؟ ايوه فاهمني وبعدين فانا جبت جول اجمل جول في مصر ساعتها تمام جيبوا لي اجمل جول في مصر مين اجمل جول في مصر؟ نادر السيد نادر السيد صح؟ صح بعد كده هشوف بقى مين اللي هيلعب حلو. انا بقى ما اعرفش هو بقى ممكن في التوقيت ده مع التفكير انا برضو معاك ان انت اتظلمت ان انت ما لعبتش كان لازم تلعب طبعا يعني كان لازم تاخد طالما انا النهارده خدت قرار انا النهارده بظلم الراجل اللي طبعا. اللي جاي لي طبعا طبعا هل انت حاسس انت لو كنت خدت ماتشات كنت طبعا ده اكيد يعني ده ما عنديش شك في كده وانا كنت ريدي طب ممكن اسالك سؤال؟ قول لي هل الموضوع ده بالنسبه لي مهم يعني قولي. اهم بصراحه اهم من الدارت قول قول هل انت شايف لما بيكون جول كيبر بالذات مركز جول كيبر اوريدي مكون ارضيه في مكان ما وواقف على ارض صلبه في مكان ما الدخله عليه بتبقى صعبه؟ يعني الحضري بكل امكانياته وبشخصيته دخل على عبد الواحد لما دخل عبد الواحد في الحته بتاعته مفيش انسى هل انت حسيت بده في الاهلي؟ لا بصراحه لا لان في الاخر يعني كل واحد تعتمد على شخصيته بيدخل ازاي في الفرقه وفي التيم يعني فاهم كلام انت اكيد فاهم يعني تدخل ازاي اوضه اللبس يعني مع الفرقه هل انت داخل وانت اوريدي كنت معاهم في المنتخب وانا اوريدي في المنتخب وكابتن المنتخب وقتها واللعيبه كلهم صحابي يعني ما كانتش والعلاقه كويسه يعني فاهم كلام يعني وعلاقتي كويسه بكل الناس يعني صغير وكبير ويعني ما كانش لا مش شايف كده طب تعال نروح التشكيل يلا عشان الوقت سرقنا يلا يلا, يلا. التشكيل التاريخي لمنتخب مصر الكابتن نادر السيد انا عارف ان هي دايما يعني فيها احراج بس يعني انت لو انت مدرب بتختار 11 وخلاص واللي يزعل يزعل صح طب قول لي بص انا شايف الحقيقه في التشكيل ده يعني انا بتفرج طبعا على البرنامج على طول انا افضل ان انا اقول التشكيل اللي انا في المرحله بتاعتي لان انا ما شفتش ده بالعكس والنبي مش خاطئ انا نفسي تختار التشكيل اللي هو مش المرحله بتاعتك ليه بقى عشان المرحله بتاعتك معروفه اصل هي خلي بالك المرحلة لا بس انت خد بالك المرحله بتاعتي انا بلعب من 91 لغايه 2005 خلاص ماشي انت فاهم كلامي ماشي. ليه هقول لك ليه لان انا من الظلم اللي انا اقول التشكيل التاريخي فيه لعيبه جامده جدا في الستينات وخمسينات طب ممكن اقول لك حاجه فتره التسعينات لا خلينا نقول التشكيل التاريخي للي انت وعيت عليه سواء كمشجع او طفل وشاب انت بتقول لي كام 72 فبتتكلم انت مثلا وعيت على الكوره من اول 81 82 بدايه الثمانينات صح لغايه بقى النهارده ما انت جاي محضر حاجه مش هخليك تكتبها والله العظيم مش لا لا محضر لا. انا بس انا قلت انا هتكلم في مثلا في 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 من 90
ل 2005. انت راجل طول عمرك كنت صغير زملكاوي صح؟ اه صح. فانت راجل النهارده انت كبرت على الجيل بتاع كابتن ال 82 83 اول مره ناخد 83 84 اول مره ناخد او 84 اول مره ناخد بطوله افريقيا والفرقه بتاع كابتن محمد صلاح والفرقه بتاع كابتن ابراهيم يوسف وفرقه لا 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 منتخب مصر. طب اعمل ايه دلوقتي فرقه 86؟ طب اعمل ايه يعني حراسه المرمى؟ يلا حراسه المرمى ماشي. مع كل تواضع فير انف مع كل تواضع بس انا مقتنع انك انت بكل احترام لازم يكون عندك قيمتك اللي انت بتعتز طبعاً. بيها ماشي. هنا باك يمين شفت انا حطيتك في ازمه لان انا حطيتك من اول الثمانينات. كنت كانت بقى لو انت اللي انت لعبت معاهم كانت تبقى سهله قوي. ياسر رضوان، محمد فتحي، ابراهيم حسن. لا مش سهله برضه. باك يمين كابتن ابراهيم حسن. ماشي ابراهيم حسن سنتر هافين او باك اللي انت عايزه سنتر هافين. مدحت عبد الهادي. حلوه على فكره مدحت عبد الهادي ضيف يوم السبت فعلا. مدحت عبد الهادي في اول الاسبوع. كمونه. اوكي على فكره اكتر من حد يحط كمونه. كمونه كان جامد قوي. قوي يعني. اولا هيدرز كويس، سريع، قوي، ترن بتاعه بتاع يعني. لا كان شوط على الجون فاولات، شوط بيدوس يعني عنده طلعه بالكوره مش طبيعي. مش عارف ازاي مشوه من الزمالك وهو صغير ده. عمارة كان معانا في الفرقه. مشوه ليه يعني؟ كان معانا حاجات غريبه جدا. كابتن غني. هل صحيح لا لا كابتن عبد الرحيم محمد او كابتن خواجه بتهيألي مش فاكر والله. لا هو دول خلاص. كابتن سمير كمونه طلع معايا وقال ان كابتن غانم مشاه. احنا خد بالك كان بيدربنا في الوقت ده كابتن غانم وكابتن وعماره. طبعا باك ليفت كبير. عماره جامد. باك ليفت اللي لعبت معاه بصراحه فظيع. الراجل بيدافع وبعدين الناس كانت فاكره ان هو ما بيدافعش كويس. لا الراجل في اربعه واحد. لا عماره بيروح كده وبعد كده مسك عادل رمزي في بعد كده الاوفر بتاعه. انت ادرى واحد الاوفر بتاعه انا ما كنتش عارف اطلع عليه فاهم. لانها بتروح وترجع بالظبط. عماره عبد الستار صبري سطره. ماشي سنتر كان لعيب كبير قوي. هو انا على فكره ده خط لا ولا خط دكاتره حتى ولا كمرجيه يعني. ماشي انا معايا. هات يا عم. ما في اصل انا هنصور التشكيله بعد كده. ماشي انت بجد بتكتب كده؟ خلاص يا عم اهو هكتب. ماشي عبد الستار. ماشي صبري. ماشي خلاص روشيتا خلاص. ماشي نص ملعب مدافع. ماشي في ناس جامده. شوقي جامد. اسماعيل يوسف جامد. طارق حامد جامد. مجدي عبد الغني جامد. مجدي عبد الغني جامد بصراحه. في هادي خشبه. هادي خشبه جامد. بس انا كنت احب محمد شوقي. حسام غالي جامد. حسام غالي 8 بس محمد شوقي كان جامد. شوقي طبعا. انت تلعب بثلاثه على الدايره يعني؟ ايه يعني عبد الستار ده كده على الدايره؟ لا انا هلعب ب 4 4 2. ماشي مين جنب شوقي؟ جنب شوقي جنب شوقي كتمانيه بقى. تمانيه في بقى احمد حسن، في حسام غالي، في حسني عبد ربه. احمد حسن. ماشي حازم امام. حلو ده. ماشي ما حطيتش صلاح يعني. حسام حسن. ميدو حبيبي والله. ده والله مش مجامله. الحمد لله. والله كتر خيرك. تشكيل حلو ده. ميكس كده فاهم يعني بصراحه يعني. والله انا كمان بص انا بفرح لما حد يحطني والله. لا يعني انت كنت لعيب جامد على فكره. الحمد لله يعني بفرح والله. لا مش بهزر. احمد حسن زعل قوي ان انا قلت ان هو بيفرح ان حد بيحط. زعل جدا وزعل. ليه كلنا بنفرح؟ ما اعرفش. طب انا اقول لك حاجه. مره مش عارف مين جامد مين بالعكس يعني. بس برضه خد بالك يعني. لا بهزر. لا احمد جميل. احمد اصل احمد هو الميزه بتاعت احمد ان احمد 8 و6 في نفس الوقت فاهم. وبيروح بتاعه كده. احمد حسن كان لعيب كان لعيب كبير. وبعدين كان عصب قوي. وكان احمد حسن كان في ميزه ان هو حطه كابتن جوهري فاكر في تصفيات كاس العالم حطه باك رايت. حطه باك رايت ولعب واشتغل وبيدافع وبتاع. على فكره احمد حسن يعني برضو من الناس. ليه وما راح بلجيكا كان بيلعب 10؟ نادر السيد وهاني رمزي واحمد حسن وحسام وابراهيم. انا دايما بقول ان هم من الناس اللي علموني ازاي ان انا احب منتخب مصر. طبعا غير كابتن جوهر الله يرحمه طبعا ده حاجه. لكن فعلا
الناس دي علمتني ان انا ازاي احب المنتخب، وان انا ازاي ان انا احب الجمهور، وان انا ازاي ان انا اتعامل مع الجمهور ده كانه شخص واحد، ان هو يحبك يكرهك، وفي حاجات معينه لازم تعملها معاه عشان يحبك. عايز اسالك سؤال قبل ما نخلص، احنا خلاص الوقت خلص. احنا اعتبر ان انا عملتها في الاخضر، في الابيض صح؟ الاخضر. انت كوتش جامد كويس معايا؟ يعني ازاي يعني عملت الشيفت بتاع لا لا هرجع ضرب تاني، بس هو من الصعب. اصل انا ايه قصدي، يعني انا بتكلم انا في نفس الوقت يعني ايه، احنا اخوات وانت اخو صغير، بس في الاخر التجارب برضو اللي بتمر حواليك بتجرأك على حاجات معينه. يعني انا بفكر جديا مثلا ان انا ادخل في الـ في الـ في الـ في المانجر تدريب او يعني مدير فني ولا مدير فني لا 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 حراس مرمى مدير فني بعيد يعني مدير فني مدير فني عايز كورس دايركتور عايز تاخد التجربه دي جدا جدا. انا شايف ان انت ممكن تنجح فيها، بس لازم تاخد يعني نصيحتي ليك لازم تاخد كوتشنج بادجز، خدت لايسنس سي او بي لازم. والفتره اللي فاتت لما كنت بسافر كنت بروح اعمل معايشات كتير. رحت عملت معايشات فين يعني؟ رحت قعدت فتره طويله في تشارلتون اتلتيك معايا، لان الاونر بلجيكي. الاونر كان بلجيكي بس انا بالظبط. برافو عليك. ولا وعندي ناس صحابي كتير فقعدت كتير قوي في تشارلتون اتلتيك في بروش. رحت كمان كان بوير المدرب كان بيلعب معانا فيليب كلمع اوكي. قعدت فتره طويله في بروش معاه. عارف مين مدرب الاردن دلوقتي انت عارف؟ فيتال بوركلمنز كان باك ليفت بتاع منتخب بلجيكا، باك ليفت بتاع بروش وانا لعبت معاهم في بروش. فجاه قال لي نادر نادر، قلت له ايه؟ قال لي ده بيدو ده مجنون. قلت له ليه؟ قال لي ده بيكسر الازازه وعايز اضرب. قلت له عادي عادي عادي، هو بس تهويشه كده. فبقول لك لا يعني انا قصدي ان عشان لما تيجي تتكلم مع الناس يقول لك مثلا ايه ميدو مثلا هيعمل برنامج، اصل مش ميدو مدرب يا جماعه، هو ليه بيعمل برنامج؟ لا بالعكس، ايه لما اعرف اعمل حاجات كتير. هو النقطه كلها انك انت ربنا خلقنا بمواهب كتير فاهم؟ فكل شويه ممكن تكتشف موهبك عادي يعني فاهم؟ الحاجه الوحيده المرتبطه بالوقت هي الكوره، هي لعيب كوره بس هتلعب وقت كده وقت كده، بعد كده ممكن تعمل اي حاجه. والله يا كابتن بص انا يعني ردا على يعني انا فهمت انت عايز تروح فين يعني. انا كده لما بحس ان انا في الوقت ده انا عايز اعمل الشغلانه دي. ايوه اهم حاجه بالنسبه لي في حياتي ان انا لما اعملها احاول اعملها كويس بالزبط. ممكن انجح وافشل بتاعت ربنا وبتاعت حسب خدلك. وعلى حسب الظروف، لكن احاول ان انا اعملها اموت نفسي ان اعملها كويس صح. انا وانا عندي لو تفتكر وانا عندي 19 سنه كنت بقول لك كابتن نادر انا هعتزل وانا عندي 30 ده بالظبط صح ولا لا؟ بعيدا بقى انا مش عايز العب كوره بعد 30 سنه صح. انا عايز اعمل صح. حاجات ثانيه. وفي وقت حسيت ان انا عايز احلل انا فاكر كويس قوي، انا فاكر كويس انا فاكر احنا كنا في معسكر في اسكندريه، كان عندنا ماتش في اسكندريه اعتقد وجالك العرض بتاع اياكس. قلت له بص انا هلعب لغايه 28 29 30 قلت له ليه يا ابني؟ ده انت لسه يا ابني 17 سنه. قال لي قلت لي كده والله. وبعد كده انت بطلت برده 30 30 الناس بتفتكر ان يعني انا على فكره كان ممكن العب 3 4 سنين كمان فالمستوى ممكن صحيح اقل، ولكن كان عندي طموح ان انا ادرب وادرس الكوره هي ليه انا ليه بقول الكلام ده؟ مش ليه انا او ليك، انا بكلم الكلام ده عشان كل الناس اللي بتتفرج علينا يا جماعه اعمل اللي انت بتحبه. لا وفي ناس بتعيد اكتشاف نفسها في شغلانه تانية مش مرتبطه بنجاح او فشل معايا، عشان هو حاسس ان هو عايز يعمل كده يعني او عنده الرغبه في انه يعمل كده او عنده المهاره انه يعمل كده فاهم؟ فمحدش يعني ايه ما تحطش يعني الناس مش قصدي انت يعني ما تحطش نفسك في بوكس تقول ايه انا هبقى مهندس افضل مهندس طول حياتي فاهم؟ او ابقى مدرب ابقى مدرب طول حياتي. تعرف يا كابتن انا امنيه حياتي ان انا اعمل ايه خطوتي الجايه؟ ان انا ابقى درامر. لا هرا والله عايز العب درامز، وفعلا كلمت تامر هاشم من كايرو كي، كلمته وقلت له طلبت منه ان هو يعلمني بجد يعني نفسي ان انا الخطوه الجايه انا ابقى العب درامز واخش باند والعب درامز فعلا. والله واحد دكتور انا مش فاكر اسمه ايه، واحد دكتور مشهور قوي كان في امريكا مش فاكر بالظبط، واحد صاحبي حكى لي راح يزوره عشان بيتكلم فيه في الطب وبتاع، فقال له قابلني في المطعم الفلاني مش فاكر مش متذكر الاسم مطعم الفلاني انا هكون هناك وبتاع. قال له طب ماشي اوكي. راح قعد بياكل مش عارف لسه ما جاش، فالراجل عمال لي يلعب بيانو بعد ما خلص بتاع، فالراجل اللي كان بيلعب بيانو جه قال له انا فلان فلان بتاع. قال له انت مش دكتور؟ قال له انا خلاص انا بطلت طب انا بلعب بس انا. والله بقول لك تاكيد الكلام ايوه كله. لا وفي ناس كتير كده يعني المجانين في نعيم. لا انك انت تغير وتكتشف. نورتنا يا كابتن ميدو، اتمنى لك التوفيق. ربنا يخلي لك بناتك وتفرح بيهم ان شاء الله. نورتني. ميرسي يا حبيبي. اشوفكم الاسبوع الجاي على خير في اسبوع جديد، ويوم السبت هنبدا بدايه سخنه مع قلب الاسد مدحت عبد الهادي، هنساله عن طبعا الكارير بتاعه وحاجات كتيره جدا، لكن اهم حاجه هنساله عن نادي الزمالك وما حدث داخل نادي الزمالك اثناء فتره وجوده جوه نادي الزمالك. Have a good weekend.